اهلا بكم مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان وحلقه جديده من حلقات سوبر تايم. وزي ما عودناكم دايما هيكون معاكم كل جديد من اخبار وملفات وضيوف. خلونا نتكلم عن منتخب مصر. انهى منتخب مصر بقياده المكسيكي غفير اجيري المدير الفني للفريق معسكر برج العرب استعدادا لمنافسات كاس الامم الافريقيه 2019، والذي استمر لمده 11 يوما تخللها اداء مباراتين وديتين امام منتخبي تنزانيا وغينيا، وفاز فيهما المنتخب الوطني في الإطار الاستعداد البطولي. يختلف كثيرا شكل المنتخب الوطني في وجود صلاح، مختلف تماما. أدى محمد صلاح امبارح آخر 25 دقيقة في اللقاء، ولكن حدث ولا حرج، يصول ويقول محمد صلاح ما شاء الله، وأكيد مستنين منه الكثير والكثير. أكيد الجمهور في انتظار المنتخب الوطني في ضربة البداية، وفي انتظار أجري بيفكر في إيه وحيعمل إيه. أكيد تحدي كبير وتحدي جديد. واضح ان دي لقطات هزار، وواضح ان وجود عمرو ورده لازم يبقى فيه افيه. عمرو ورده من اللعيبه اللي عندها طموح بشكل كبير جدا جدا جدا، واكيد عنده احلام كبيره. ولكن اجيري اكيد خلاص استقر جواه على الشكل اللي هو ممكن يبدا بيه المباراه. هل ممكن يبدا بعمرو ورده على حساب عبد الله السعيد؟ ده هيبقى حسب فكره وحسب هو بيفكر في ايه وعايز ايه من المباراه. من المباراه الوديه او من فكره اجيري اللي شفناه ان هو استقر على المحمدي ناحيه اليمين وايمن اشرف ناحيه الشمال، ده المشهد اللي واضح حتى الان. ممكن يكون النني ومعاه طارق حامد، محمد صلاح، تريزيجيه ومروان صبحي في خط الهجوم، ورا حجازي، مروان محسن انا اسف، ورا حجازي وجنبه يعني ما اعرفش، انا لسه مش متاكد على هل ممكن يكون باهر المحمدي، هل ممكن يكون محمود علاء، يعني لسه اكيد ما عنديش قناعات او وجهه نظر. هو استقر على الفرده الثانيه مين اللي مع حجازي، ولكن حجازي اكيد هو عنصر اساسي لاجيري داخل المنتخب الوطني. حجازي طبعا قدم اوراق اعتماده كلاعب كبير في الحته دي وكحصن منيع للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني الحقيقة خلال المعسكر روح عالية جدا من جميع اللاعبين، وأعتقد أن الأمور ماشية بشكل كبير جدا على ما يرام. في وجود إيهاب لهيطة الجدول الزمني والترتيب أكثر من رائع، ملوش علاقة بالنتائج وملوش علاقة باللي هيحصل بعد كده وملوش علاقة بأداء المنتخب الوطني أو نتائجه، لأن دايما اتعودنا أن بنبني بعد النتائج حاجات كبير قوي قبل المعسكرات. على فكرة في بطولات كسبناها واخدناها وما كانش المعسكر على احسن حال، او ما كانش المعسكر اكثر هدوءا، اكثر استقرارا، اكثر التزاما. في بطولات ممكن تعدي ما كانش كده، ولكن مع المكسب كل حاجه بتعدي وكل حاجه بتبقى كويسه. انا عايز اقول للناس ان ده المشهد اللي قدامنا عشان الناس ما تنساش، عشان لما نيجي نكرر الكلام لا في حد راح ولا حد جه ولا حد اتصور ولا اي حاجه خالص. عايز اقول حاجه مهمه جدا. في كأس العالم البطولة الأخيرة حصل هجوم كبير جدا جدا على الفنانين، وطلعت صور لمجموعة من الفنانين متصورين مع المنتخب الوطني، وقالوا إن الفنانين هم يعني سبب عدم استقرار المعسكر وعدم التزام المعسكر وتشتت الفريق وتشتت المنتخب. وأنا الحقيقة طلعت في عز ما المنتخب يعني نتائجه سيئة في كأس العالم، وفي عز ما الناس يعني تتجاوز بشكل كبير جدا في حق الاتحاد وفي حق المنتخب الوطني، وقلت ان الفنانين لهم كل التحيه وكل الاحترام، شريحه مهمه جدا في المجتمع المصري، وكتر الف خيرهم ان هم يروحوا ويساندوا ويكونوا موجودين في الاستاد ويكونوا موجودين في الملعب. بعض الناس طلعت وقالت لك يعني يعملوا ايه في الاستاد؟ دورهم ايه؟ هي مش مسرحيه. في حاجه اسمها كده؟ في حد مثقف ممكن يقول كده؟ في مدرجات بتتقسم؟ يعني الدكتور يروح يتفرج في المستشفى والمهندس يروح يقعد في الموقع؟ يعني هي المدرجات متقسمه كده؟ يعني هو لعيبه الكوره بس اللي هيقعدوا في المدرجات؟ ده كلام وده مش منطق ولا كلام. الحقيقه الهجوم اللي الناس تعرضت له تخلي الناس دي تفكر 1500 مره ان هم يكونوا موجودين في اي استاد ورا المنتخب الوطني ولا لا. يعني اكيد يقول لك يا عم انا مش ناقص وجع دماغ، انا مش عايز انتقاد، سيب المنتخب يمشي كويس ويا رب ان شاء الله يوصل للنهائي. ويجي في النهائي يقول لك يا عم لو رحت يقول لك وشك حلو ولا وشك ما روحش. التحدي كبير ان الناس تروح، والتحدي كبير ان يبقى فيه الفنانين موجودين ويبقى فيه الدكاتره ويبقى فيه من جميع اطياف المجتمع، والتحدي الكبير ان الناس يبقى عندها ثقافه بعد كده
وما ننتقدش ونعترض على حد ان هو موجود في المدرجات ونقول ايه دورك انت جاي ليه، ده مش حديث ممكن نقوله. انا بقول على فكرة الكلام ده من بدري، وبقول الكلام ده لا دفاعا على حاجة ولا نعرف حد ولا في صور طلعت ولا حد راح ولا حد جه، والمعسكر مقفول زي ما انتم شايفين كده، كل يوم الكاميرا موجودة وكل يوم بنتابع، مفيش اتنين عدوا من اي حتة، والملعب زي ما انتم شايفين صحرة، يعني مش معسكر، مفيش اربعة حتى عدوا كده غلط ولا حاجة، عشان بس بعد كده لا قدر الله مش بناء على النتائج نتحدث ننتقد زي ما احنا عايزين، ولكن احنا دايما بندخل الحابل في النابل، ودايما كده ايه يعني اي حاجه في اي حاجه، طالما في خساره دخل بقى اي حاجه واعمل اي حاجه والامور تمشي مفيش اي مشكله. فارجو ان الناس ما يهمهاش من الانتقاد وتروح، السياسيين اكيد هيكونوا موجودين في المدرجات، بهذا المبدا هنقعد نقسم الجمهور زي ما في يوم من الايام هنقعد كل حاجه نقسمها، ده اه ده لا، ده الشعب المصري، الشعب المصري اللي فيه سياسي وفي اعضاء مجلس الشعب وفي وزراء وفي دكاتره وفي مهندسين وفي لاعبين وفي رياضيين وفي فنانين وفي مطربين، في كل حد. مبدا الانتقاد ده يعني ما احبوش زي ما بيقولوا، يعني ما يعني ده انا ده مش ده انا شايفه ده انتقاد، انا شايفه ده حاجه كده نفسيه، حاجه كده اي حاجه وخلاص. فارجو ان الناس يكون عندهم تحدي كبير ويكونوا موجودين، وارجو الناس يكونوا مساندين للمنتخب الوطني زي ما الدولة كلها مساندة للمنتخب الوطني، زي ما السيد رئيس الجمهورية كان في زيارة تفقدية امبارح لاستاد القاهرة، وقبليها كان في زيارة للمنتخب الوطني أثناء التمرين، واهتمام الحقيقة يعني يستاهل عليه كل الإشادة وكل التحية. كل الشكر تاني لكل مؤسسات الدولة المصرية اللي بتستعد بشكل خاص لاستضافة البطولة الحالية، بطولة كأس الأمم الأفريقية، والحدث الأهم في مصر. كله بيستعد للخروج للبطولة إلى أزهى صورها. ده الجو المحيط باستاد القاهرة. دي اللقطة يعني الناس كلها دايماً كانت تقعد تتساءل، يقول لك إيه حركن العربية فين؟ طب في تصريح عربية أخش لجوه؟ طب عايز أركن؟ ما سمعناش ده المرة دي، كل الناس تقول لك إيه؟ عايز أتمشى أتفرج. عايز أمشي عادي، عايز أشوف الناس عادي بتعمل إيه؟ هنشوف السنة دي كل الناس في دوري في في في, في الدرجة الثالثة وفي الثانية وفي الأولى، كل الناس عايزه تتفسح وتتفرج وتشوف منظر البلد والجمال والاحداث الرائعه والترتيب. طبعا احنا صوتنا راح على شكر واشاده الناس، صوتنا راح على الترتيبات، صوتنا راح على ان دي البطوله الافضل، صوتنا راح ان احنا هنحرج اللي بعدنا، صوتنا راح وراح 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 وراح، لدرجه زي ما قلت لكم في حد كان بيقول لي يعني بتفكروا انت كبش بير طالعين بلكونه قاعدين بتنادوا، هو بالظبط كده. يبقى في الآخر المشهد الحضاري الأخير، وهو المشهد بتاع الدخول الخروج والسلاسة والسهولة وتقبل الناس للتفتيش وتقبل الناس للسيستم الجديد، وإن السيستم يمشي بشكل جيد نجحنا كده، يبقى أخذنا العلامة الكاملة. يوم الجمعة الساعة من الساعة 5 من الساعة 4 من الساعة 3 من الساعة 6 اللي هي لحظات دخول الناس، كل ده لحظات التقييم، كل ده بعد اللقاء ان شاء الله باذن الله ومكسب المنتخب الوطني يوم الجمعه، اكيد هيكون لنا وقفه وحديث عن الترتيبات، واكيد هيكون لنا وقفه وحديث عن الشعب المصري عمل ايه والجمهور المصري عمل ايه. راهننا وبنراهن وبنقول ان الشعب المصري يوم الجمعه مع ضربه البدايه كله رايح على تايم سبورتس، كله رايح على شاشه بلده، مش عشان دي الشاشه اللي احنا فيها دلوقتي، انت في النهايه دي شاشه بلدك، وتحدي كبير وخناقه كبيره ومعركه كبيره، ودي بدايتها ودي ضربه البدايه. اتكلمنا كتير في الموضوع ده، كتير قلنا كتير، مش برنامج عايزك تيجي تتفرج عليه، ولا القصه دلوقتي في اخبار حصريه ولا مش حصريه، القصه دلوقتي في انك بتاخد شعب من حته لحته، بتاخد شعبك على شاشتك، بتاخد زبونك على الحته اللي ممكن يكون امن فيها، على الحته اللي هيسيب ولاده وهو مطمئن، مش في اي لحظه يطلع له اي حاجه ويحصل اي حاجه. ما تكونش دي الترتيبه، ان انا بجيب الزبون علشان الكوره او اللي بيحب كوره، ثم بعد كده الامور امور. خلاص البلد حلت المساله، عملت لك تلفزيونك وشاشتك بنجومك بمجموعه من النجوم، افضل نجوم في الوطن العربي، وهنغطي معاك من كل حته في مصر، من كل مكان، من كل حارة، من كل قهوة، من كل كافيه، ومن كل ميدان،
هنكون موجودين معاكم في كل حتة، وهننزل محافظات. احنا بكرة على فكرة موجودين في محافظات كتير، وبعده موجودين في بني سويف، وبكرة ان شاء الله بإذن الله موجودين في دكرنس، وموجودين وهننزل وهننزل على القهاوي وهنروح للناس. ادي احنا بنعلن اهو من بدري، وهنروح الشرقية وهننزل دمياط وهننزل حتت كتير جدا جدا، عشان الناس بس تبقى عارفة ان احنا مفاجآت بلا حدود. مش انت هتجيب شاشتنا ونسيبك كده، لا، هننزل نتفرج معاك. محافظة القاهرة استعدت بشكل خاص جدا لهذا العرس وهذا الحدث. نروح نشوف عملوا ايه ونرجع لكم تاني. بعد توجيه السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المناطق المحيطة بالاستاد وداخل الاستاد، السيد رئيس الوزراء عمل اجتماع مع مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة والإنتاج الحربي، محافظة القاهرة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. احنا كمحافظة خدنا التكليف بتاعنا رفع كفاءة وتطوير جميع الشوارع المحيطة بالاستاد، سواء من الاستاد البحري اللي احنا واقفين فيه، صلاح سالم، منطقة يوسف عباس، الشارع الجديد اللي هو بيربط ما بين الفنجاري وبين يوسف عباس، طريق النصر، مدرسة الموهوبين، ممدوح سالم. فرفعنا جميع الشوارع المحيطة، امتداد رمسيس، طريق النصر، لأن جميع الشوارع المحيطة باستاد القاهرة، وكذا جميع الشوارع المحيطة باستاد السلام. أخذنا منطقة استاد السلام، منطقة دار الدفاع الجوي، أخذنا جميع الاستادات اللي حواليها اللي فيها التدريب زي استاد السكة الحديد، الكلية الحربية. رفعت كفاءة من حيث إيه بقى؟ من حيث الرصفة، من حيث أسفلت، من حيث تشجير، من حيث إنارة، تدعيم إنارة ودهان أعمدة الإنارة، دهان البندورات، يعني رفع كفاءة شاملة لجميع الطرق المؤدية للإستاد وأماكن الإقامة كمان، الفنادق كلها، الملاعب التدريب. وده كان دورنا كمحافظة القاهرة في تنسيق كامل، وهي منظومة كاملة ما بيننا وما بين وزارة الشباب، ما بين محافظة القاهرة، ما بين شباب الرياضة، ما بين الهيئة الهندسية، ما بين الإستاد، وزارة الشباب والرياضة، عشان تطلع المنظومة متكاملة وكل واحد عارف دوره هيعمل ايه. فالإدارة العامة للمرور وضع خطتها بجميع التحويلات المرية وجميع الاستعدادات كافة، بجميع الأوناش، بجميع الضباط، على جميع المحاور، إن شاء الله عشان يبقى العرس الأفريقي يبتمر وتظهر العاصمة، وده اللي احنا عايزينه، وده توجيه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة. زي ما هي يعني من أقدم وأحسن العواصم، إن شاء الله تكون على هبة الاستعداد وتظهر بالمظهر اللي يليق بالقاهرة ومحافظة القاهرة. كان في مقترح إن ترجع بوابة الاستاد لحوالي 100 متر عشان نفتح محور جديد يربط ما بين الفنجري، شارع الفنجري، يمر خلف البانوراما، نعمل الصينية اللي ستك شفتها دي في المحور، نكمل إلى يوسف عباس. ده هيخفف مروريا على صلاح سالم، يعني القادم من يوسف عباس ياخد التحويلة بتاعته من على صلاح سالم ويلف يدخل من يوسف عباس على الاستاد البحري، القادم من الفنجري يدخل يمين على سد، فده هيخف جامد جدا بنسبة 50-60% على شارع صلاح سالم. فرق طوارئ موجودة على مدار ال 24 ساعة، غرفة عمليات مشكلة برئاسة السيد السكرتير العام لمحافظة القاهرة لتذليل أي عقبات عشان يظهر الافتتاح وتظهر البطولة وأيام البطولة، جميع أيام البطولة على خير إن شاء الله، وما يبقاش في أي ملحوظات بإذن الله. جميع المزارات السياحية احنا مجهزينها على أعلى مستوى في القاهرة، واللي جاهزة لاستقبال الضيوف اللي هم جايين مع الفرق والمشجعين اللي جايين مع الفرق. كل الشكر الحقيقة لمحافظة القاهرة، وكل الشكر للسيد المحافظ، يعني اهتمام كبير جدا جدا ومتابعة لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة. مفيش واحد مش محتاج الشكر في البلد دي، من أول رئيس الجمهورية للوزير للمحافظ لأي حد الحقيقة موجود في الشارع وبيتابع ثانية بثانية ودقيقة بدقيقة. حتى الأرصاد مستعدة بشكل مختلف وترتيبات خاصة جدا، يعني هيظبطوا الجو. أنا نفسي مش عارف، تعالوا نشوف، نرجع لكم تاني.
معالي فريق يونس المصري وزير الطيران المدني. احنا طبعا بنتبع وزاره الطيران المدني كهيئه ارصاد جويه. كانت تعليماته لكل الجهات في تابعه لوزاره الطيران المدني ان احنا لازم نشارك في هذا الحدث ونعمل على نجاحه. واحنا الحمد لله في هيئه الارصاد الجويه بنعمل حاجه لاول مره تحدث في العالم كله، وهي ان احنا حطينا محطه ارصاد جويه داخل استاد القاهره لتعلن درجة الحرارة ونسب الرطوبة أول بأول على شاشة الاستاد. طبعا دي حاجة ما حصلتش قبل كده على مستوى العالم كله. الاتحاد الدولي قال ان درجة الحرارة زادت عن 35 درجة، ان الحكم بيوقف المباراة لمدة دقيقتين لكل نص ساعة عشان اللعيبة تاخد نفسها وتشرب مية. فطبعا كانت ان انا احط محطة تظهر درجة الحرارة الواقعية، طبعا دي هتساعد طبعا الحكم وتساعد الحكم الرابع بالذات لما يشوف درجة حرارة يقدر يشاور له. يعني هي خطوة جميلة الحمد لله احنا عملناها، وبإذن الله يعني هي ركبت فعلا، ودلوقتي بتعمل لها تيست هناك في الاستاد دلوقتي، وان شاء الله يعني حاجة هتشرف بإذن الله، وهتبقى خطوة جديدة ما اتعملتش قبل كده على العالم كله. خليني اقول لحضرتك احنا عملنا برضو حاجة جميلة قوي بيننا وبين اللجنة المنظمة للبطولة، خاصة اللجنة الطبية. احنا عملنا مجموعة على الواتساب بنبعت لهم التنبؤ لمدة كل يوم، بنبعته لمدة يومين التاليين عشان يبقوا عارفين حالة الجو ايه. وطبعا احنا عندنا هنا الهيئة الحمد لله شغالة 24 ساعة بتغطي الحدث كويس جدا. بنبعت اول باول الرصادات، هتبقى الرصد المحطة هناك في الاستاد، ايضا هتبقى التنبؤات بتاعتنا بترسل لي اللجنة الطبية بحيث انها تعلن عن اي ارتفاع في الحرارة او في الرطوبة. هي درجة الحرارة يوم الجمعة ان شاء الله هتوصل العظمى، هتبقى 38 العظمى دي بتتقاس الساعة 3 ظهرا، لكن على بال ما نيجي نفتتح الماتش والافتتاح اعتقد الافتتاح يبقى 8، يعني الفترة بتاعت الساعة 8 دي هتكون درجة الحرارة وصلت ان شاء الله اللي ما بين 32 و33. والماتش على بال ما يبدأ ان شاء الله هتكون مثلا بكتير هتكون درجة حرارة 30، لكن نسب الرطوبة هي اللي هتكون العالية. عشان كده بيبقى فيه تعليمات للجمهور. احنا ان شاء الله اتفقنا ايضا على ان احنا التعليمات دي تنزل على الشاشة لمدة ان شاء الله ما بين 10 و 15 ثانية للجمهور عشان يحافظ على صحته. كان اهم هذه التعليمات هو عدم التواجد في الشمس المباشرة فترات طويلة. انا عارف ان الجمهور ممكن يبقى من الساعة 3 ولا الساعة 4 هيبقى في الاستاد، انا عارف ان ده حدث كبير كل الناس عايز تحضره. أرجوكم يبقى معاه أي واقي للرأس، شمسية، كاب، أي حاجة واقي للرأس عشان ما تعرضش الشمس مباشرة. معايا أزازة المية بتاعتي بشرب منها كل شوية، ما بستناش لما أعطش. أروح المباراة بلبس قطن فضفاض فاتح. أي واحد أرجوكم لو حتى لو أنا قاعد في الاستاد في قوافل طبية موجودة في الاستاد، أرجوكم لو حد حس بارتفاع حرارته ولو درجة واحدة بينزل بسرعة للقافلة الطبية الموجودة، بياخد ساعتها العلاج في ساعتها وبيرجع إن شاء الله كويس. وإن شاء الله نتمنى النجاح بإذن الله لهذه الدورة، وإن شاء الله نسعد كلنا بيها إن شاء الله ونكسبها بإذن الله. طبعا كل حاجه بنشوفها جديده وكل حاجه بنشوفها اكيد الناس عندهم حاله ذهول، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الاهتمام الرهيب ده؟ اول استاد هيبقى في العالم عليه مؤشر قياس درجه الحراره، ودي نقطه الحقيقه مهمه جدا جدا جدا. كل حاجه ماشيه بشكل مختلف وتطور سريع جدا. استكمالا لمتابعتنا لجهود الجميع من مؤسسه الدوله وغيرها، كنا مع جوله مع لجنة الشباب بمجلس النواب للإطمئنان على آخر استعدادات مطار برج العرب ولاستقبال الوفود المشاركة. ده المهندس محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وطبعا عضو حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومجموعة من السادة النواب كانوا موجودين في لجنة هناك، ومتابعة الحقيقة كبيرة جدا جدا. بغض النظر بقى متابعة برلمان، متابعة سياسية، متابعة رياضية، في النهاية كله بيتحرك للبلد وكله بيعمل مبادرات،
وكله عايز ينزل ويطمن عشان يكتب تقرير، وكله ما يقول حاجة زي مجموعة السادة النواب اللي قدامنا يقول حاجة وهو عارفها وشايفها بنسبة 100%. مين ممكن يقعد في المكتب؟ يعني ما تقول لي طيب ما هو ممكن مجلس النواب يبعت يعمل تقرير في أي حتة، هيعمل تقرير منين في أي حتة إذا كان السيد رئيس الجمهورية نزل بنفسه يتفقد ويطمن إن الناس دي جاية عشان هتشوف الحاجات دي، ويطمن التطور بتاع الاستادات والوزراء موجودين في كل حتة في الشارع وكل الناس موجودة. إذن النواب اللي موجودين لخدمة الشعب هم كمان عملوا ضربة البداية وابتدوا بمطار برج العرب، وهيكونوا موجودين في مبادرات أخرى الفترة القادمة، وده شيء الحقيقة مهم جدا جدا جدا. تعالوا نشوف تقرير عن الزيارة دي ونرجع لكم تاني. بالنسبة للتجهيزات اللي تمت في المطار استعدادا للبطولة الأفريقية، تم تخصيص صالة خاصة بالبطولة والفرق البطولة الأربعة المشتركين معنا في اسكندرية إن شاء الله، وتم تخصيص جيتات خاصة بيهم وصالة خاصة بيهم للوصول والسفر، وكذلك الجمهور اللي هيبتدي يوصل إن شاء الله جمهور الجزائر، وعندنا جمهور غينيا وصل، والمطار كله 24 ساعة لأتمة الاستعداد وكلهم واقفين لإخراج البطولة وإخراج الحدث ده بشكل يليق بمصر ويليق بمكانة مصر في القارة الأفريقية وفي العالم كله. أجهزة الدولة والأجهزة السيادية في الدولة كلها سواء وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو الجمارك والوزارة المالية، كل الناس محدش فيهم متأخر، كله مخصص فرق خاصة بالحدث لخدمة الفرق الأفريقية اللي هتوصل والجماهير للخروج بأفضل شكل لمصر في البطولة الأفريقية إن شاء الله. طبعا يمكن الزيارة بقى لنا 4 أيام، احنا فكرة لجنة الشباب والرياضة في هذه الزيارات التأكد من جاهزية الملاعب والمحافظات وأيضا المطارات لاستقبال سواء الفرق أو الجماهير المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. احنا يمكن بدأنا بالقاهرة، استاد القاهرة وأيضا مطار القاهرة، والحمد لله اتأكدنا من جاهزية المطار وجاهزية الاستاد، يعني حاجة مشرفة، عمل مشرف جدا تم في 4 شهور. مفترض بأي حال من الأحوال ده بيتم في 4 سنين، فالإنجاز ده اللي تم دوت إنجاز يحسب للدولة المصرية. أيضا يعني يمكن انتقلنا للسويس في زيارة ميدانية للملعب، وأيضا التأكد من الجاهزية بالنسبة للمتطوعين والفرق والمجموعات المشاركة في التنظيم. وبعد كده تاني يمكن الاسماعيليه امبارح التقينا بالتنفيذيين ومحافظ الاسماعيليه، وزياره للسادة الاسماعيليه اللي اصبح ايضا مفخره للسادات المصريه. يمكن كل السادات اللي زرناها العام اللي فيها اصبحت سادات عالميه بالمواصفات الاوقات العالميه. النهارده يمكن ده تاني يوم لنا في اسكندريه، امبارح كنا في استاد اسكندريه وشفنا الانجاز اللي حصل في الاستاد، وايضا التقينا بالمتطوعين ويمكن تابعنا بعض الاجراءات والتنظيمات اللي هتتم من خلال المشرفين على تنظيم المجموعه هنا، المجموعه في اسكندرية. يمكن ده اخر يوم لنا في الزيارة في مطار برج العرب. مصر كلها بتستعد لاستقبال البطولة الافريقية، ومطار برج العرب كل العاملين فيه بقياداته وكافة الاجهزة بيعملوا على ازالة اي عوائق موجودة وتيسير اجراءات من ساعة وصول الراكب ودخوله الى المهبط، ومجرد ركوب الاتوبيس بيبقى خالص من كل حاجة، بتبقى شنطه معاه في الباص اللي هو فيه، فبيحصل عملية سهولة، بيعمل سهولة للحركة، ومحدد لهم مسار بدون احتكاك بأي يعني مسافرين او ناس اخرين، بحيث ان العملية بقى في منتهى اليسرى. حتى دي صورة مشرفة ودي رسالة ان احنا مصر تستطيع ان تنظم وتستقبل اي حدث من احداث سواء بطولات كروية او احداث عالمية، ومصر يعني قادرة انها تنظم مثل هذه الاحتفاليات وتكون في شكل منظم يليق بمكانة مصر ومكانة البطولة ذاتها. زيارتنا احنا عاملين لجنة مشكلة من لجنة الشباب والرياضة رئيسها، ولجنة السياحة برئيسها، وانا وكيل لجنة الشؤون الافريقية، واللجنة مرت على كل المناطق المختصة بالموضوع واهمهم مطار برج العرب. مطار برج العرب مطار جيد، في قدرات جيدة، شايفين ان حالة الاستقبال وطريقة الاستقبال للوفود هتبقى جيدة. حصل استقبال لبعض المجموعات اللي جت، واحنا في اطار الاستكمال وفي مقابلة الوفود اللي موجودة، شايفين ان الحالة ايجابية وملاحظات قليلة جدا، وان شاء الله تكون جيدة.
الشكر طبعا للساده النواب على التحرك السريع ده، وان هم يكونوا موجودين على الارض، وان يكون في تقرير على طول دوريه للتصليح، ومسؤولي طبعا مطار برج العرب اللي بيستقبلوا بيشرحوا واستعدوا بشكل جيد جدا. مفيش حد ما استعدش، ومفيش حد ما طورش، ومفيش حد ما عندوش طموحات واحلام كبيره جدا. كله عمل اللي عليه، وكل واحد في موقعه، وكل واحد امام ملفه. الحقيقه مش عارفين نشكر مين ولا مين ولا مين. كمان الفنون الشعبيه في كل محافظه كان ليها طقوس وترتيبات، منها في الاسماعيليه مثلا ومنها في محافظات اخرى. تعالوا نشوف في اسماعيليه صمبا برازيل مصر هيعملوا ايه، ونرجع لكم تاني. كله بيستعد وكله بيحتفل وكله بيفرح، حتى الاطفال والشباب، كل الناس الحقيقه بتستعد بشكل كبير جدا. هنشوف بكره يعني كمان اخبار عن النقل، وعن ازاي الجمهور هيتنقل من محافظه لمحافظه، من ملعب لملعب، من سنتر المدينه للاستادات، وهنشوف تطور كبير الحقيقه في المساله دي. انا مش مصدق ان الناس دي اتحركت في الشهور والايام البسيطه دي بهذا الكم من التطور. ان شاء الله باذن الله يكون على الارض الوضع زي ما هو، زي ما احنا شايفينه كده. بعض الناس ممكن هتشوف بعض السلبيات، هتركز عليها، هتعمل فوكسنج عليها بشكل كبير، ما لناش علاقه. احنا دايما بنبص لنص الكوبايه المليان، وهو ده المهم بالنسبه لنا. بوجه الحقيقه برضو كل الشكر وكل التحيه لكل الشباب اللي بتبتكر حاجه، كل الناس اللي بتتعامل على السوشيال ميديا. هنبتدي واحده واحده، هنبتدي نذيع تقارير لكل الناس اللي بتفكر في حاجه، اللي ابتكر في مره عايز يعمل لوجو البطوله، واللي ابتكر فكره، واللي بيعمل فيديوهات يعني استرشاديه، واللي بيعمل افكار جديده، واللي بيعمل افكار من داخل الاستاد ومن خارج الاستاد. انا الحقيقه اتفرجت امبارح على مجموعه من الفيديوهات لبشير شوشه، يعني تابعته امبارح على السوشيال ميديا، وهو عامل فيديو اسمه اداب التشجيع، حاجه الحقيقه رائعه. وازاي الراجل بيشرح ازاي ان انت يبقى عندك ثقافه وادب التشجيع، وازاي ما يجي جون ازاي ان انت تفضل قاعد، وازاي ما تقوم تحتفل وتقعد عشان الناس كلها ما تقفش، وما تقفش فوق الكراسي، وازاي تتعامل بفكر وثقافه مختلفه. بوجه كل الشكر لكل واحد في البلد عنده فكره، وكل واحد عايز يعمل حاجه. هنحاول بقدر المستطاع ان نظهر الناس دي، ونحاول نوضح افكارهم، لان اكيد كل واحد عنده فكره ممكن تكون فكره ايجابيه. واي نجاح بيبتدي في الاول خالص بفكره بسيطه. المطابخ الافريقيه كل واحد جاي بفكرته، كل واحد جاي بمطبخه. الاكل التونسي معروف، والاكل المغربي معروف، بس في حاجات ما نعرفش عنها حاجه. في افريقيا في كل حاجه، وفي جميع انواع المطابخ اللي سمعنا عنها واللي ما سمعناش. نروح نشوف التقرير ده عشان نفهم ونتعلم ونتفرج، ونرجع لكم تاني. طبعا بالنسبه لافريقيا، اشهر اكلات في افريقيا بالنسبه لتونس والجزائر والمغرب في اللبلابه، اكله اسمها اللبلابه، دي شعبيه جدا، بتعمل طبعا بالحمص وتونه وحاجات زي كده وعيش. دي اللبلابه دي يمكن اشهر اكله في تونس بالذات، والجزائر خليطه طبعا، والمغرب. وفي الحريره طبعا، شوربه الحريره المغربيه حلوه جدا. افريقيا بقى كلها طبعا انت عارف، يعني يمكن بنشوف حاجات عجيبه هناك في اكلاتهم. اتكلم عن شمال افريقيا، ايه ابرز الاكلات الموجوده في شمال افريقيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب؟ هي الكسكسي. الكسكسي بيعملوا بقى بجميع انواعه، بيعملوا بالسمك، بالفراخ، باللحمه، بالمفروم، بيحطوا عليها ريسه، غير عندنا في مصر خالص. دي الاكله الشعبيه الاولى بالنسبه لهم، هي الكسكسي. واللبلابي ده يمكن برضه بعديه على طول، من اشهر الاكلات الشعبيه جدا، وكله بياكل. ودي بالنسبه للكسكسي طبعا، وطرقه كده مختلفه عن مصر تماما يعني. لا احنا قابلنا صعوبات كتير قوي، يعني انا بس كانت رحله مالي دي قابلتنا، كانت رحله صعبه، اتعجبنا فتره كده اسبوع، وعمال بقى لما جينا مشينا كنا عانينا شويه، بس الحمد لله ناحيه الاكل برضو كان معانا صديق الكابتن احمد ناجي، برضو الاستاذ احمد يحيى كان شيف اساسا، فمشي وراح بعت لنا كل الخامات بتاعتنا والامكانيات بتاعتنا، وبعت لنا بصراحه كل حاجه، فدي نفعتنا الاسبوع. وجينا طبعا كانت اصعب رحله في تاريخنا.
الخام بس طبعا معاه دكتور اغذيه زي عندنا برضه دكتور هاني وهبه، واكيد عارف الحاجات دي، دي بتبقى عباره عن مشويات وحاجات ونشويات قبل الماتش بالذات، واكيد هم عارفين الحاجات دي، يعني برضه احنا بنسمي منتخب مصر بالاكلات دي. طبعا دي كلها حاجات يعني اكلات معروفه، انا ما احنا ما نعرفهاش، بس يعني ادينا بنتعلم. محمود بدراوي طبعا يعني سال ولكن كان محتاج وقت اكيد يدوق، او محتاج وقت يحكي لنا، او احنا محتاجين نروح معاه ندوق ونشوف البلبه ده ايه ونشوف الحاجات دي ايه، ولكن اكيد كل بلد بتيجي بمطبخها وكل بلد بتيجي بقناعاتها ووجهه نظرها، في حاجات ما بيختلفش عليها الناس، ولكن في افريقيا الامور بتبقى صعبه ومعقده. وخلاص دلوقتي في عالم الاحتراف وعالم التغيير كل منتخب بيبقى معاه الشيف بتاعه وبينزل وبيبقى ماسك هو المنتخب وبيبقى هو اللي ماسك الحته دي وبيبتدي يتعامل معاهم في نوعيات الاكل بيحبوها، خصوصا لما تكون بطوله مجمعه او معسكر طويل زي بطوله كاس الامم الافريقيه، منتخب هيقعد فتره في بلد، المنتخب المصري بيعمل كده، واحيانا كان النادي الاهلي بيسافر معاه برضه شيف. استمرار لمتابعه المنتخبات الافريقيه، معانا تقرير عن منتخب اوغندا، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. It's nice. We stayed 3 weeks in Abu Dhabi. We played two friendly games. First against an Asia team, Turkmenistan. We did nil-nil. عسكر أبو ظبي اللي أقاموا استعدادا لأمم أفريقيا، ويمكن هما خاضوا في مباراتين وديتين، وبشايف إن الكامب أو المعسكر كان فيه فوائد كثيرة للفريق وقدر يحضر الفريق بشكل جيد جدا. قدر كمان سألته على مباريات المنتخب المصري، طبعا قال إن هو تابع بالفعل المباراتين الوديتين اللي لعبهم منتخب مصر، وشايف انه منتخب قوي جدا، وشايف طبعا انه الفرص قويه جدا، وشايف ان هو دلوقتي طبعا بالنسبه لسؤاله عن الطموح واللي شايفه في المرحله القادمه، قال طبعا ان هو بياخد مرحله بمرحله، وهو هدفهم الاساسي دلوقتي ان هم يركزوا في مرحله المجموعات، وهم خلاص مش هيعملوا اي ماتشات وديه او اي حاجه، هم دلوقتي خلاص استقروا في مقر الاقامه وهيبتدوا التدريبات الرسميه والاقامه الرسميه استعدادا لاول مباراه. كمان كان لنا لقاءات مهمة من معسكر منتخب أنجولا، زي ما عودناكم مش بس المنتخب الوطني اللي هنكون موجودين فيه، هنكون موجودين مع كل منتخب كل يوم. نشوف منتخب أنجولا ونرجع لكم تاني. المعسكر كان كويس جدا وحضر اللعيبه بشكل كويس جدا، رغم ان هم كانوا مرهقين جدا من المباريات اللي لعبوها في مختلف الدوريات اللي شاركوا فيها، لكن ايضا المنافسات غير الاعداد، واحنا هنحاول نعمل اقصى جهدنا علشان نقدم يعني شكل جيد للمنتخب الانجولي. المجموعه بتاعته طبعا ان فيها منتخبات قويه زي منتخب تونس ومنتخب مالي وموريتاني، المنتخب الموريتاني، لكن هو شايف ان المنتخب التونسي ومنتخب المالي اقوياء جدا، وشايف ان في حظوظ في توقعاته للمرحله اللي بعد كده. قال ان هو ما بيوعدش طبعا ان هو يوصل للسيمي فاينل او الفاينل لان الموضوع صعب، لكن هياخد مرحله مرحله، لكن بيوعد ان هو يقدم كره كويسه ويقدم شكل كويس جدا للمنتخب الانجولي. جيرالدو اكيد واحد من اللعيبه اللي احنا مستنيين كمان نتفرج عليها، واكيد الشعب المصري يعني عنده معلومات كبيره جدا لانه كان موجود في نادي هنا من اكبر الانديه في افريقيا. تعالوا نروح نشوف هيقول ايه ونرجع لكم تاني. هو كان في البرتغال، هم كانوا بيحضروا للماتشات في البرتغال، بلد عظيم، بلد انجولا دايما بتلجا ليه علشان تعمل فيه المعسكرات، علشان بيتكلموا نفس اللغه، هم هناك بيعرفوا يعملوا حاجات كتير جدا في الملاعب، بيقدروا يتدربوا على اكتر من حاجه، هم كانوا مبسوطين جدا في البرتغال لان كان عندهم اكتر من شيء يعملوه في البرتغال. لما وصل هنا هو مصر كان مبسوط جدا لانه خلاص حس بروح البطوله، حس بالماتشات، هو كان مبسوط جدا ان هو جه هنا، ومبسوط ان هو بيشارك في حاجه زي
مكان زي البطوله ديت، ومستني ان هو يعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ومبسوط جدا ان هو جه ان هو هنا مع النادي الاهلي. هو حس ان هو لما جه هنا في مصر كان مبسوط جدا ان هو بيوري الناس ان هو لعيب من الاهلي، وبيوري الناس اكتر ان هو لعيب من الفريق الانجولي. مبسوط جدا ان هو هيقدر يعرض الناس ان هو هيلعب هنا على الارض المصري. هو حاسس ان هو بيلعب في بيته، لان هو بيلعب في وسط جمهور اللي هو جمهور الاهلي، وبيلعب في وسط الجمهور الانجولي اللي هيجي يتفرج عليه ان شاء الله. ومبسوط ومتطلع ان هو هيعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله. المجموعه بتاعته مجموعه صعبه جدا، هو بالنسبه له المجموعه او البطوله كلها فيها منتخبات صعبه جدا زي مصر، زي تونس، زي المغرب. بس المجموعه بتاعتنا فيها مثلا مالي وموريتانيا وتونس، دي مجموعه صعبه. بس هو هيعمل كل اللي عليه، والفريق هيعمل كل اللي عليه علشان ان شاء الله يصعدوا ويتاهلوا ان شاء الله. هم هنا علشان يعملوا احسن ما عندهم، هم هنا علشان يقدروا يزقوا اكتر في البطوله، ويقدروا يروحوا على ابعد طريق هم يقدروا يروحوا له، لابعد حاجه يقدروا يروحوا لها. هو بيلعب، هو هيلعب وبيلعب، وعايز يعمل احسن ما عنده زي الكوتش ما هيعمل احسن ما عنده. وان شاء الله بالتوفيق لكل الفريق. لكن قبل ما اختم لقائي مع جيرالدو، يمكن شيء لفت نظري في جيرالدو اثناء وجوده في معسكر منتخب انجولا، هو بيرتدي يمكن حظاظه في ايده وعليها لوجو فريقه، فريق النادي الاهلي. فيمكن انا هساله طبعا على دي لانها لفتت نظري، فلازم اساله عليها. يعني انت اللي تا perguntando o que aconteceu com que esse brinde bom. هو مبسوط جدا بالهدية الجميلة ديت. هو كان في أحد المحلات بتاعة الاتصالات ولقى حد من المعجبين بالنادي الأهلي والمعجبين بيه، اداله الهدية ديت. هو مبسوط جدا بيها وبيقول شكرا لكل المعجبين، ومبسوط إن في ناس بتعرفه، ومبسوط إن في ناس بتقدم له هدايا، مبسوط إن هو في بيته. يعني شكرا جزيلا للزميل محمد طه على التقرير الرائع ده. اتكلمنا عن لقب الاسود اللي بيشارك فيه اكثر من منتخب، والنهارده هنتكلم على لقب النسور والمنتخبات اللي بيطلق عليها النسور. تعالوا نشوف التقرير ده مع الاستاذ حسن المستكاوي، ونستقبل ضيفنا الدكتور اشرف فنصة المتخصص في جراحه العظام واصابات الملاعب، ونتكلم بقى عن الريكفري، عن الاصابات، ونتكلم عن حاجات كتيرة جدا طبية في الفقرة الأولى، ولكن بعد الفاصل. النسور نيجيريا طبعا اسم مرتبط برضو بطائر جارح قوي، ملك السماوات في أفريقيا أكيد طبعا. يعني هو طائر عظيم جدا كمان، يعني مش مجرد طائر جارح بس يعني. وطائر يعني قوي جدا. نسور في تونس كتير، انما النسر المحلق القوي اللي يقدر يعني طبعا ده برضو حاجات تعبيرات مجازيه، يعني الناس بتستمد منها قوه، وبطائر او بحيوان او بكائن او بمعلم من المعالم المنطقه اللي هو عايش فيها او فيها المنتخب أو الدولة، فبيسمي زي كلمنجارو اللي هي قمة جبل، أعلى جبل في أفريقيا. أهلا بكم مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات سوبر تايم. وزي ما عودناكم دايما هيكون معاكم كل جديد من اخبار وملفات وضيوف. خلونا نتكلم عن منتخب مصر. انهى منتخب مصر بقياده المكسيكي غفير اجيري المدير الفني للفريق معسكر برج العرب استعدادا لمنافسات كاس الامم الافريقيه 2019، والذي استمر لمده 11 يوما تخللها اداء مباراتين وديتين امام منتخبي تنزانيا وغينيا، وفاز فيهما المنتخب الوطني في الإطار الاستعداد البطولي. يختلف كثيرا شكل المنتخب الوطني في وجود صلاح، مختلف تماما. أدى محمد صلاح امبارح آخر 25 دقيقة في اللقاء، ولكن حدث ولا حرج، يصول ويقول محمد صلاح ما شاء الله، وأكيد مستنين منه الكثير والكثير.
أكيد الجمهور في انتظار المنتخب الوطني في ضربة البداية، وفي انتظار أجري بيفكر في إيه وحيعمل إيه. أكيد تحدي كبير وتحدي جديد. واضح إن دي لقطات هزار، وواضح إن وجود عمرو وردة لازم يبقى فيه إفيه. عمرو وردة من اللعيبة اللي عندها طموح بشكل كبير جدا جدا جدا، وأكيد عنده أحلام كبيرة. ولكن أجري أكيد خلاص استقر جواه على الشكل اللي هو ممكن يبدأ بيه المباراة. هل ممكن يبدأ بعمرو وردة على حساب عبد الله السعيد؟ ده هيبقى حسب فكره وحسب هو بيفكر في ايه وعايز ايه من المباراة. من المباراة الودية او من فكرة أجيري اللي شفناه ان هو استقر على المحمدي ناحية اليمين وأيمن أشرف ناحية الشمال، ده المشهد اللي واضح حتى الآن. ممكن يكون النني ومعاه طارق حامد، محمد صلاح، تريزيجيه، ومروان صبحي في خط الهجوم ورا حجازي، مروان محسن انا اسف، ورا حجازي وجنبه يعني ما اعرفش، انا لسه مش متاكد على هل ممكن يكون باهر المحمدي، هل ممكن يكون محمود علاء، يعني لسه اكيد ما عنديش قناعات او وجهه نظر. هو استقر على الفرده الثانيه مين اللي مع حجازي، ولكن حجازي اكيد هو عنصر أساسي لأجيري داخل المنتخب الوطني. حجازي طبعا قدم أوراق اعتماده كلاعب كبير في الحتة دي وكحصن منيع للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني الحقيقة خلال المعسكر روح عالية جدا من جميع اللاعبين، وأعتقد أن الأمور ماشية بشكل كبير جدا على ما يرام. في وجود إيهاب الهيطة الجدول الزمني والترتيب أكثر من رائع، ملوش علاقة بالنتائج وملوش علاقة باللي هيحصل بعد كده، وملوش علاقة بأداء المنتخب الوطني أو نتائجه، لأن دايما اتعودنا إن بنبني بعد النتائج حاجات كبير قوي قبل المعسكرات. على فكرة في بطولات كسبناها وأخدناها وما كانش المعسكر على أحسن حال، أو ما كانش المعسكر أكثر هدوءا أكثر استقرارا أكثر التزاما. في بطولات ممكن تعدي ما كانش كده، ولكن مع المكسب كل حاجة بتعدي وكل حاجة بتبقى كويسة. أنا عايز أقول للناس إن ده المشهد اللي قدامنا عشان الناس ما تنساش، عشان لما نيجي نكرر الكلام لا في حد راح ولا حد جه ولا حد اتصور ولا أي حاجة خالص. عايز أقول حاجة مهمة جدا. في كأس العالم البطولة الأخيرة حصل هجوم كبير جدا جدا على الفنانين، وطلعت صور لمجموعة من الفنانين متصورين مع المنتخب الوطني، وقالوا ان الفنانين هم يعني سبب عدم استقرار المعسكر وعدم التزام المعسكر وتشتت الفريق وتشتت المنتخب. وانا الحقيقة طلعت في عز ما المنتخب يعني نتائجه سيئة في كأس العالم، وفي عز ما الناس يعني تتجاوز بشكل كبير جدا في حق الاتحاد وفي حق المنتخب الوطني، وقلت ان الفنانين لهم كل التحية وكل الاحترام، شريحة مهمة جدا في المجتمع المصري، وكتر ألف خيرهم إن هم يروحوا ويساندوا ويكونوا موجودين في الاستاد ويكونوا موجودين في الملعب. بعض الناس طلعت وقالت لك يعني يعملوا إيه في الاستاد؟ دورهم إيه؟ هي مش مسرحية. في حاجة اسمها كده؟ في حد مثقف ممكن يقول كده؟ في مدرجات بتتقسم؟ يعني الدكتور يروح يتفرج في المستشفى والمهندس يروح يقعد في الموقع؟ يعني هي المدرجات متقسمة كده؟ يعني هو لعيبة الكورة بس اللي هيقعدوا في المدرجات؟ ده كلام وده مش منطق ولا كلام. الحقيقة الهجوم اللي الناس تعرضت له تخلي الناس دي تفكر 1500 مرة ان هم يكونوا موجودين في اي استاد ورا المنتخب الوطني ولا لا. يعني اكيد يقول لك يا عم انا مش ناقص وجع دماغ، انا مش عايز انتقاد، سيب المنتخب يمشي كويس ويا رب ان شاء الله يوصل للنهائي، ويجي في النهائي يقول لك يا عم لو رحت يقول لك وشك حلو ولا وشك ما روحش. التحدي كبير ان الناس تروح، والتحدي كبير ان يبقى فيه الفنانين موجودين ويبقى فيه الدكاترة ويبقى فيه من جميع اطياف المجتمع، والتحدي الكبير ان الناس يبقى عندها ثقافه بعد كده وما ننتقدش ونعترض على حد ان هو موجود في المدرجات ونقول ايه دورك انت جاي ليه. ده مش حديث ممكن نقوله. انا بقول على فكره الكلام ده من بدري، وبقول الكلام ده لا دفاعا على حاجه ولا نعرف حد ولا في صور طلعت ولا حد راح ولا حد جه، والمعسكر مقفول زي ما انتم شايفين كده، كل يوم الكاميرا موجوده وكل يوم بنتابع، مفيش اتنين عدوا من اي حته، والملعب زي ما انتم شايفين صحرا، يعني مش معسكر، مفيش أربعة حتى عدوا كده غلط ولا حاجة، عشان بس بعد كده لا قدر الله مش بناء على نتائج نتحدث ننتقد زي ما احنا عايزين، ولكن احنا دايما بندخل الحابل في النابل، ودايما كده ايه يعني أي حاجة في أي حاجة، طالما في خسارة دخل بقى أي حاجة واعمل أي حاجة والأمور تمشي مفيش أي مشكلة.
فأرجو إن الناس ما يهمهاش من الانتقاد وتروح. السياسيين أكيد هيكونوا موجودين في المدرجات. بهذا المبدأ هنقعد نقسم الجمهور زي ما في يوم من الأيام هنقعد كل حاجة نقسمها، ده ده لأ، ده الشعب المصري. الشعب المصري اللي فيه سياسي وفي أعضاء مجلس الشعب وفي وزراء وفي دكاترة وفي مهندسين وفي لاعبين وفي رياضيين وفي فنانين وفي مطربين، في كل حد. مبدأ الانتقاد ده يعني ما حبوش زي ما بيقولوا يعني، ما يعني ده أنا ده مش ده أنا شايفه ده انتقاد، أنا شايفه ده حاجة كده نفسية، حاجة كده أي حاجة وخلاص. فأرجو إن الناس يكون عندهم تحدي كبير ويكونوا موجودين، وأرجو الناس يكونوا مساندين للمنتخب الوطني زي ما الدولة كلها مساندة للمنتخب الوطني، زي ما السيد رئيس الجمهورية كان في زيارة تفقدية امبارح لاستاد القاهرة، وقبليها كان في زيارة للمنتخب الوطني أثناء التمرين، واهتمام الحقيقة يعني يستاهل عليه كل الإشادة وكل التحية. كل الشكر تاني لكل مؤسسات الدولة المصرية اللي بتستعد بشكل خاص لاستضافة البطولة الحالية، بطولة كأس الأمم الأفريقية، والحدث الأهم في مصر. كله بيستعد للخروج للبطولة إلى أزهى صورها. ده الجو المحيط باستاد القاهرة، دي اللقطة. يعني الناس كلها دايما كانت تقعد تتساءل، يقول لك ايه حركن العربيه فين؟ طب في تصريح عربيه اخش لجوه؟ طب عايز اركن؟ ما سمعناش ده المره دي، كل الناس تقول لك ايه؟ عايز اتمشى اتفرج، عايز امشي عادي، عايز اشوف الناس عادي بتعمل ايه؟ هنشوف السنه دي كل الناس في دوري في في في, في الدرجه الثالثه وفي الثانيه وفي الاولى، كل الناس عايزه تتفسح وتتفرج وتشوف منظر البلد والجمال والاحداث الرائعه والترتيب. طبعا احنا صوتنا راح على شكر واشادة الناس، صوتنا راح على الترتيبات، صوتنا راح على ان دي البطولة الافضل، صوتنا راح ان احنا هنحرج اللي بعدنا، صوتنا راح وراح 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 وراح، لدرجة زي ما قلت لكم في حد كان بيقول لي يعني بتفكروا انت كبش بير طالعين بلكونة قاعدين بتنادوا، هو بالظبط كده. يبقى في الاخر المشهد الحضاري الاخير، وهو المشهد بتاع الدخول الخروج والسلاسة والسهولة وتقبل الناس للتفتيش وتقبل الناس للسيستم الجديد، وان السيستم يمشي بشكل جيد. نجحنا كده يبقى اخذنا العلامة الكاملة. يوم الجمعة الساعة من الساعة 5 من الساعة 4 من الساعة 3 من الساعة 6 اللي هي لحظات دخول الناس، كل ده لحظات التقييم، كل ده بعد اللقاء ان شاء الله بإذن الله ومكسب المنتخب الوطني يوم الجمعة، اكيد هيكون لنا وقفة وحديث عن الترتيبات، واكيد هيكون لنا وقفه وحديث عن الشعب المصري عمل ايه والجمهور المصري عمل ايه. راهننا وبنراهن وبنقول ان الشعب المصري يوم الجمعه مع ضربه البدايه كله رايح على تايم سبورتس، كله رايح على شاشه بلده، مش عشان دي الشاشه اللي احنا فيها دلوقتي، انت في النهايه دي شاشه بلدك، وتحدي كبير وخناقه كبيره ومعركه كبيره، ودي بدايتها ودي ضربه البدايه. اتكلمنا كتير في الموضوع ده، كتير قلنا كتير، مش برنامج عايزك تيجي تتفرج عليه، ولا القصه دلوقتي في اخبار حصريه ولا مش حصريه، القصه دلوقتي في انك بتاخد شعب من حته لحته، بتاخد شعبك على شاشتك، بتاخد زبونك على الحته اللي ممكن يكون امن فيها، على الحته اللي هيسيب ولاده وهو مطمئن، مش في اي لحظه يطلع له اي حاجه ويحصل اي حاجه. ما تكونش دي الترتيبه، ان انا بجيب الزبون علشان الكوره او اللي بيحب الكوره، ثم بعد كده الامور امور. خلاص البلد حلت المساله، عملت لك تلفزيونك وشاشتك بنجومك بمجموعه من النجوم، افضل نجوم في الوطن العربي، وهنغطي معاك من كل حته في مصر، من كل مكان، من كل حاره، من كل قهوه، من كل كافيه، ومن كل ميدان، هنكون موجودين معاكم في كل حته، وهننزل محافظات. احنا بكره على فكره موجودين في محافظات كتير، وبعده موجودين في بني سويف، وبكره ان شاء الله باذن الله موجودين في دكرنس، وموجودين وهننزل وهننزل على القهاوي وهنروح للناس. ادي احنا بنعلن اهو من بدري، وهنروح الشرقيه وهننزل دمياط وهننزل حتت كتير جدا جدا، عشان الناس بس تبقى عارفه ان احنا مفاجآت بلا حدود، مش انت هتجيب شاشتنا ونسيبك كده، لا هننزل نتفرج معاك. محافظه القاهره استعدت بشكل خاص جدا لهذا العرس وهذا الحدث. نروح نشوف عملوا ايه ونرجع لكم تاني. بعد
بعد توجيه السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المناطق المحيطة بالاستاد وداخل الاستاد، السيد رئيس الوزراء عمل اجتماع مع مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة والإنتاج الحربي، محافظة القاهرة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. احنا كمحافظة خدنا التكليف بتاعنا رفع كفاءة وتطوير جميع الشوارع المحيطة بالاستاد، سواء الاستاد البحري اللي احنا واقفين فيه، صلاح سالم، منطقة يوسف عباس، الشارع الجديد اللي هو بيربط ما بين الفنجاري وبين يوسف عباس، طريق النصر، مدرسة الموهوبين، ممدوح سالم. فرفعنا جميع الشوارع المحيطة، امتداد رمسيس، طريق النصر، لأن جميع الشوارع المحيطة باستاد القاهرة، وكذا جميع الشوارع المحيطة باستاد السلام. خدنا منطقة استاد السلام، منطقة دار الدفاع الجوي، أخذنا جميع الاستادات اللي حواليها اللي فيها التدريب زي استاد السكة الحديد، الكلية الحربية. رفعت كفاءة من حيث إيه بقى؟ من حيث رصفة، من حيث أسفلت، من حيث تشجير، من حيث إنارة، تدعيم إنارة ودهان أعمدة الإنارة، دهان البندورات، يعني رفع كفاءة شاملة لجميع الطرق المؤدية للإستاد وأماكن الإقامة كمان، الفنادق كلها، الملاعب التدريب. وده كان دورنا كمحافظة القاهرة. في تنسيق كامل وهي منظومة كاملة ما بيننا وما بين وزارة الشباب، ما بين محافظة القاهرة، ما بين شباب الرياضة، ما بين الهيئة الهندسية، ما بين الإستاد، وزارة الشباب والرياضة، عشان تطلع المنظومة متكاملة وكل واحد عارف دوره هيعمل إيه. فالإدارة العامة للمرور وضع خطتها بجميع التحويلات المرية وجميع الاستعدادات كافة، بجميع الأوناش، بجميع الضباط، على جميع المحاور، إن شاء الله عشان يبقى العرس الأفريقي يكتمر وتظهر العاصمة، وده اللي احنا عايزينه، وده توجيه السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الحكومة، زي ما هي يعني من أقدم وأحسن العواصم، إن شاء الله تكون على هبة الاستعداد وتظهر بالمظهر اللي يليق بالقاهرة ومحافظة القاهرة. كان في مقترح أن ترجع بوابة الاستاد لحوالي 100 متر عشان نفتح محور جديد يربط ما بين الفنجري، شارع الفنجري، يمر خلف البانوراما، نعمل الصينية اللي ستك شفتها دي في المحور، نكمل إلى يوسف عباس. ده هيخفف مروريا على صلاح سالم، يعني القادم من يوسف عباس ياخد التحويلة بتاعته من على صلاح سالم ويلف يدخل من يوسف عباس على الاستاد البحري، القادم من الفنجري يدخل يمين على سد، فده هيخف جامد جدا بنسبة 50-60% على شارع صلاح سالم. فرق طوارئ موجودة على مدار ال 24 ساعة، غرفة عمليات مشكلة برئاسة السيد السكرتير العام لمحافظة القاهرة لتذليل أي عقبات عشان يظهر الافتتاح وتظهر البطولة وأيام البطولة، جميع عمل البطولة على خير إن شاء الله، ومبقاش في أي ملحوظات بإذن الله. جميع المزارات السياحية احنا مجهزينها على أعلى مستوى في القاهرة، واللي جاهزة لاستقبال الضيوف اللي هم جايين مع الفرق والمشجعين اللي جايين مع الفرق. كل الشكر الحقيقة لمحافظة القاهرة، وكل الشكر للسيد المحافظ، يعني اهتمام كبير جدا جدا ومتابعة لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة. مفيش واحد مش محتاج الشكر في البلد دي، من أول رئيس الجمهورية للوزير للمحافظ لأي حد الحقيقة موجود في الشارع وبيتابع ثانية بثانية ودقيقة بدقيقة. حتى الأرصاد مستعدة بشكل مختلف وترتيبات خاصة جدا، يعني هيظبطوا الجو، أنا نفسي مش عارف. تعالوا نشوف، نرجع لكم تاني. معالي فريق يونس المصري وزير الطيران المدني، احنا طبعا بنتبع وزارة الطيران المدني كانت أرصاد جوية، كانت تعليماته لكل الجهات في تابعة لوزارة الطيران المدني ان احنا لازم نشارك في هذا الحدث ونعمل على نجاحه. واحنا الحمد لله في هيئة الأرصاد الجوية بنعمل حاجة لأول مرة تحدث في العالم كله، وهي ان احنا حطينا محطة أرصاد جوية داخل استاد القاهرة لتعلن درجة الحرارة ونسب الرطوبة أول بأول على شاشة الاستاد.
طبعا دي حاجه ما حصلتش قبل كده على مستوى العالم كله. الاتحاد الدولي قال ان درجه حراره زادت عن 35 درجه، ان الحكم بيوقف المباراه لمده دقيقتين لكل نص ساعه عشان اللعيبه تاخد نفسها وتشرب ميه. فطبعا كانت ان انا احط محطه تظهر درجه الحراره الواقعيه طبعا دي هتساعد طبعا الحكم، وتساعد الحكم الرابع بالذات لما يشوف درجه حراره يقدر يشاوله. يعني هي خطوه جميله الحمد لله احنا عملناها، وباذن الله يعني هي ركبت فعلا، ودلوقتي بتعمل لها تيست هناك في الاستاد دلوقتي، وان شاء الله يعني حاجه هتشرب باذن الله، وهتبقى خطوه جديده ما اتعملتش قبل كده على العالم كله. خليني اقول لحضرتك احنا عملنا برضو حاجه جميله قوي بيننا وبين اللجنه المنظمه للبطوله، خاصه اللجنه الطبيه. احنا عملنا مجموعه على الواتساب بنبعت لهم التنبؤ لمده كل يوم، بنبعته لمده يومين التانيين عشان يبقوا عارفين حاله الجو ايه. وطبعا احنا عندنا هنا الهيئه الحمد لله شغاله 24 ساعه بتغطي الحدث كويس جدا. بنبعت اول باول الرصادات، هتبقى الرصد المحطه هناك في الاستاد، ايضا هتبقى التنبؤات بتاعتنا بترسل لي اللجنة الطبية بحيث انها تعلن عن اي ارتفاع في الحرارة او في الرطوبة. هي درجة الحرارة يوم الجمعة ان شاء الله هتوصل العظمى، هتبقى 38 العظمى دي بتتقاس الساعة 3 ظهرا، لكن على بال ما نيجي نفتتح الماتش والافتتاح اعتقد الافتتاح يبقى 8 يعني الفترة بتاعت الساعة 8 دي هتكون درجة الحرارة وصلت ان شاء الله اللي ما بين 32 و33 والماتش على بال ما يبدأ ان شاء الله هتكون مثلا بكتير هتكون درجة حرارة 30، لكن نسب الرطوبة هي اللي هتكون العالية. عشان كده بيبقى فيه تعليمات للجمهور. احنا ان شاء الله اتفقنا ايضا على ان احنا التعليمات دي تنزل على الشاشة لمدة ان شاء الله ما بين 10-15 ثانية للجمهور عشان يحافظ على صحته. كان اهم هذه التعليمات هو عدم التواجد في الشمس المباشرة فترات طويلة. انا عارف ان الجمهور ممكن يبقى من الساعة 3 ولا الساعة 4 هيبقى في الاستاد، انا عارف ان ده حدث كبير كل الناس عايز تحضره، أرجوكوا يبقى معاه أي واقي للرأس، شمسية، كاب، أي حاجة واقي للرأس عشان ما تعرضش الشمس مباشرة. معايا أزازة المية بتاعتي بشرب منها كل شوية، ما بستناش لما أعطش. أروح المباراة بلبس قطن فضفاض فاتح. أي واحد أرجوكوا لو حتى لو أنا قاعد في الاستاد في قوافل طبية موجودة في الاستاد، أرجوكوا لو حد حس بارتفاع حرارته ولو درجة واحدة بينزل بسرعة للقافلة الطبية الموجودة، بياخد ساعتها العلاج في ساعتها وبيرجع إن شاء الله كويس. وإن شاء الله نتمنى النجاح بإذن الله لهذه الدورة، وإن شاء الله نسعد كلنا بيها إن شاء الله ونكسبها بإذن الله. طبعا كل حاجه بنشوفها جديده وكل حاجه بنشوفها اكيد الناس عندهم حاله ذهول، ايه اللي بيحصل ده، ايه الاهتمام الرهيب ده، اول استاد هيبقى في العالم عليه مؤشر قياس درجه الحراره، ودي نقطه الحقيقه مهمه جدا جدا جدا. كل حاجه ماشيه بشكل مختلف وتطور سريع جدا. استكمالا لمتابعتنا لجهود الجميع من مؤسسه الدوله وغيرها، كنا مع جوله مع لجنة الشباب بمجلس النواب للإطمئنان على آخر استعدادات مطار برج العرب ولاستقبال الوفود المشاركة. ده المهندس محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وطبعا عضو حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومجموعة من السادة النواب كانوا موجودين في لجنة هناك، ومتابعة الحقيقة كبيرة جدا جدا. بغض النظر بقى متابعة برلمان، متابعة سياسية، متابعة رياضية، في النهاية كله بيتحرك للبلد وكله بيعمل مبادرات وكله عايز ينزل ويطمن عشان يكتب تقرير، وكله ما يقول حاجة زي مجموعة السادة النواب اللي قدامنا يقول حاجة وهو عارفها وشايفها بنسبة 100%. مين ممكن يقعد في المكتب؟ يعني ما تقول لي طيب ما هو ممكن مجلس النواب يبعت يعمل تقرير في أي حتة، هيعمل تقرير منين في أي حتة إذا كان السيد رئيس الجمهورية نزل بنفسه يتفقد ويطمن إن الناس دي جاية عشان هتشوف الحاجات دي، ويطمن التطور بتاع الاستادات والوزراء موجودين في كل حتة في الشارع وكل الناس موجودة.
إذن النواب اللي موجودين لخدمة الشعب هم كمان عملوا ضربة البداية وابتدوا بمطار برج العرب، وهيكونوا موجودين في مبادرات أخرى الفترة القادمة، وده شيء الحقيقة مهم جدا جدا جدا. تعالوا نشوف تقرير عن الزيارة دي ونرجع لكم تاني. التجهيزات اللي تمت في المطار استعدادا للبطولة الأفريقية، تم تخصيص صالة خاصة بالبطولة والفرق البطولة الأربعة المشتركين معنا في اسكندرية إن شاء الله، وتم تخصيص جيتات خاصة بيهم وصالة خاصة بيهم للوصول والسفر، وكذلك الجمهور اللي هيبتدي يوصل إن شاء الله جمهور الجزائر، وعندنا جمهور غينيا وصل، والمطار كله 24 ساعة لأتمة الاستعداد وكلهم واقفين لإخراج البطولة وإخراج الحدث ده بشكل يليق بمصر ويليق بمكانة مصر في القارة الأفريقية وفي العالم كله. أجهزة الدولة والأجهزة السيادية في الدولة كلها، سواء وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو الجمارك والوزارة المالية، كل الناس محدش فيهم متأخر، كله مخصص فرق خاصة بالحدث لخدمة الفرق الأفريقية اللي هتوصل والجماهير للخروج بأفضل شكل لمصر في البطولة الأفريقية إن شاء الله. طبعا يمكن الزيارة بقى لنا 4 أيام، احنا فكرة لجنة الشباب والرياضة في هذه الزيارات التأكد من جاهزية الملاعب والمحافظات وأيضا المطارات لاستقبال سواء الفرق أو الجماهير المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. احنا يمكن بدأنا بالقاهرة، استاد القاهرة وأيضا مطار القاهرة، والحمد لله اتأكدنا من جاهزية المطار وجاهزية الاستاد، يعني حاجة مشرفة، عمل مشرف جدا تم في 4 شهور، مفترض بأي حال من الأحوال ده بيتم في 4 سنين، فالإنجاز ده اللي تم دوت إنجاز يحسب للدولة المصرية. أيضا يعني يمكن انتقلنا للسويس في زيارة ميدانية للملعب، وأيضا التأكد من الجاهزية بالنسبة للمتطوعين والفرق والمجموعات المشاركة في التنظيم. وبعد كده تاني يمكن الاسماعيليه امبارح التقينا بالتنفيذيين ومحافظ الاسماعيليه، وزياره لاستاد الاسماعيليه اللي اصبح ايضا مفخره للسادات المصريه. يمكن كل الاستادات اللي زرناها العام اللي فيها اصبحت استادات عالميه بالمواصفات الاوكاد العالميه. النهارده يمكن ده ثاني يوم لنا في اسكندريه، امبارح كنا في استاد اسكندريه وشفنا الانجاز اللي حصل في الاستاد، وايضا التقينا بالمتطوعين، ويمكن تابعنا بعض الاجراءات والتنظيمات اللي هتتم من خلال المشرفين على تنظيم المجموعه هنا، المجموعه في اسكندرية. يمكن ده اخر يوم لنا في الزيارة في مطار برج العرب. مصر كلها بتستعد لاستقبال البطولة الافريقية، ومطار برج العرب كل العاملين فيه بقياداته بكافة الاجهزة بيعملوا على ازالة اي عوائق موجودة وتيسير اجراءات من ساعة وصول الراكب ودخوله الى المهبط، ومجرد ركوب الاتوبيس بيبقى خالص من كل حاجة، بتبقى شنطه معاه في الباص اللي هو فيه، فبيحصل عملية سهولة، بيعمل سهولة للحركة، ومحدد لهم مسار بدون احتكاك بأي يعني مسافرين او ناس اخرين، بحيث ان العملية بقى في منتهى اليسرى. حتى دي صورة مشرفة ودي رسالة ان احنا مصر تستطيع ان تنظم وتستقبل اي حدث من احداث سواء بطولات كروية واحداث عالمية، ومصر يعني قادرة انها تنظم مثل هذه الاحتفاليات وتكون في شكل منظم يليق بمكانة مصر ومكانة البطولة ذاتها. زيارتنا احنا عاملين لجنة مشكلة من لجنة الشباب والرياضة رئيسها ولجنة السياحة برئيسها وانا وكيل لجنة الشؤون الافريقية، واللجنة مرت على كل المناطق المختصة بالموضوع واهمهم مطار برج العرب. مطار برج العرب مطار جيد، في قدرات جيدة، شايفين ان حالة الاستقبال وطريقة الاستقبال للوفود هتبقى جيدة، حصل استقبال لبعض المجموعات اللي جت، واحنا في اطار الاستكمال وفي مقابلة الوفود اللي موجودة، شايفين الحالة ايجابية وملاحظات قليلة جدا وان شاء الله تكون جيدة. كل الشكر طبعا للساده النواب على التحرك السريع ده، وان هم يكونوا موجودين على الارض، وان يكون في تقرير على طول دوريه للتصليح، ومسؤولي طبعا مطار برج العرب اللي بيستقبلوا بيشرحوا واستعدوا بشكل جيد جدا. مفيش حد ما استعدش، ومفيش حد ما طورش، ومفيش حد ما عندوش طموحات واحلام كبيره جدا، كله عمل اللي عليه، وكل واحد في موقعه، وكل واحد امام ملفه. الحقيقه مش عارفين نشكر مين ولا مين ولا مين. كمان الفنون الشعبية في كل محافظة كان ليها طقوس وترتيبات
منها في الإسماعيلية مثلا ومنها في محافظات أخرى. تعالوا نشوف في إسماعيلية صامبا برازيل مصر هيعملوا إيه؟ نرجع لكم تاني. كله بيستعد وكله بيحتفل وكله بيفرح، حتى الأطفال والشباب، كل الناس الحقيقة بتستعد بشكل كبير جدا. هنشوف بكرة يعني كمان أخبار عن النقل وعن إزاي الجمهور هيتنقل من محافظة لمحافظة، من ملعب لملعب، من سنتر المدينة للاستادات، وهنشوف تطور كبير الحقيقة في المسألة دي. أنا مش مصدق إن الناس دي اتحركت في الشهور والأيام البسيطة دي بهذا الكم من التطور. إن شاء الله بإذن الله يكون على الأرض الوضع زي ما هو، زي ما احنا شايفينه كده. بعض الناس ممكن هتشوف بعض السلبيات، هتركز عليها، هتعمل فوكسنج عليها بشكل كبير، ما لناش علاقة. احنا دايما بنبص لنص الكوباية المليان، وهو ده المهم بالنسبة لنا. بوجه الحقيقة برضو كل الشكر وكل التحية لكل الشباب اللي بتبتكر حاجة، كل الناس اللي بتتعامل على السوشيال ميديا. هنبتدي واحدة واحدة، هنبتدي نزيع تقرير لكل الناس اللي بتفكر في حاجة، اللي ابتكر في مرة عايز يعمل لوجو البطولة، واللي ابتكر فكرة، واللي بيعمل فيديوهات يعني استرشادية، واللي بيعمل أفكار جديدة، واللي بيعمل أفكار من داخل الاستاد ومن خارج الاستاد. أنا الحقيقة اتفرجت امبارح على مجموعة من الفيديوهات لبشير شوشة، يعني تابعته امبارح على السوشيال ميديا وهو عامل فيديو اسمه أداب التشجيع، حاجة الحقيقة رائعة. وازاي الراجل بيشرح ازاي ان انت يبقى عندك ثقافة وأدب التشجيع، وازاي ما يجي جون ازاي ان انت تفضل قاعد، وازاي ما تقوم تحتفل وتقعد عشان الناس كلها ما تقفش وما تقفش فوق الكراسي، وازاي تتعامل بفكر وثقافة مختلفة. بوجه كل الشكر لكل واحد في البلد عنده فكرة وكل واحد عايز يعمل حاجة. هنحاول بقدر المستطاع ان نظهر الناس دي ونحاول نوضح افكارهم، لان اكيد كل واحد عنده فكرة ممكن تكون فكرة ايجابية. واي نجاح بيبتدي في الاول خالص بفكرة بسيطة. المطابخ الأفريقية كل واحد جاي بفكرته، كل واحد جاي بمطبخه. الأكل التونسي معروف والأكل المغربي معروف، بس في حاجات ما نعرفش عنها حاجة. في أفريقيا في كل حاجة وفي جميع أنواع المطابخ اللي سمعنا عنها واللي ما سمعناش. نروح نشوف التقرير ده عشان نفهم ونتعلم ونتفرج ونرجع لكم تاني. طبعا بالنسبه لافريقيا اشهر اكلات في افريقيا بالنسبه لتونس والجزائر والمغرب في اللبلابه، اكله اسمها اللبلابه، دي شعبيه جدا، بتعمل طبعا بالحمص وتونه وحاجات زي كده وعيش. دي اللبلابه دي يمكن اشهر اكله في تونس بالذات، والجزائر خليطه طبعا والمغرب. وفي الحريره طبعا، شوربه الحريره المغربيه حلوه جدا. افريقيا بقى كلها طبعا انت عارف، يعني يمكن بنشوف حاجات عجيبه هناك في اكلاتهم. نتكلم عن شمال افريقيا، ايه ابرز الاكلات الموجوده في شمال افريقيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب؟ هي الكسكسي. الكسكسي بيعملوا بقى بجميع انواعه، بيعملوا بالسمك، بالفراخ، باللحمه، بالمفروم، بيحطوا عليها ريسه، غير عندنا في مصر خالص. دي الاكله الشعبيه الاولى بالنسبه لهم هي الكسكسي. واللبلابي ده يمكن برضه بعديه على طول، من اشهر الاكلات الشعبيه جدا وكله بياكل. ودي بالنسبه للكسكسي طبعا وطرقه كده مختلفه عن مصر تماما يعني. لا احنا قابلنا صعوبات كتير قوي، يعني انا مثلا كانت رحله مالي دي قابلتنا، كانت رحله صعبه، اتحجزنا فتره كده اسبوع، وعمال بقى لما جينا مشينا كنا عانينا شويه، بس الحمد لله ناحيه الاكل برضو كان معانا صديق الكابتن احمد ناجي، برضو الاستاذ احمد يحيى كان شيف اساسا، فمشي وراح بعت لنا كل الخامات بتاعتنا والامكانيات بتاعتنا، وبعت لنا بصراحه كل حاجه، فدي نفعتنا الاسبوع. وجينا طبعا كانت اصعب رحله في تاريخنا. بس طبعا معاه دكتور اغذيه زي عندنا برضه دكتور هاني وهبه، واكيد عارف الحاجات دي بتبقى عباره عن مشويات وحاجات ونشويات قبل الماتش بالذات، واكيد هم عارفين الحاجات دي، يعني برضه احنا بنصف منتخب مصر بالاكلات دي. طبعا دي كلها حاجات يعني اكلات معروفه.
انا ما احنا ما نعرفهاش، بس احنا ادينا بنتعلم. محمود بدراوي طبعا يعني سال، ولكن كان محتاج وقت اكيد يدوق، او محتاج وقت يحكي لنا، او احنا محتاجين نروح معاه ندوق ونشوف اللبلبه ده ايه ونشوف الحاجات دي ايه. ولكن اكيد كل بلد بتيجي بمطبخها وكل بلد بتيجي بقناعاتها ووجهه نظرها، في حاجات ما بيختلفش عليها الناس، ولكن في افريقيا الامور بتبقى صعبه ومعقده. وخلاص دلوقتي في عالم الاحتراف وعالم التغيير كل منتخب بيبقى معاه الشيف بتاعه وبينزل وبيبقى ماسك هو المنتخب وبيبقى هو اللي ماسك الحته دي وبيبتدي يتعامل معاهم في نوعيه الاكل بيحبوها، خصوصا لما تكون بطوله مجمعه او معسكر طويل زي بطوله كاس الامم الافريقيه. منتخب هيقعد فتره في بلد، المنتخب المصري بيعمل كده، واحيانا كان النادي الاهلي بيسافر معاه برضه شيف. استمرار لمتابعه المنتخبات الافريقيه، معانا تقرير عن منتخب اوغندا، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. Yes, nice. We stayed 3 weeks in Abu Dhabi. We play two friendly games. First against an Asia team, Turkmenistan. We did 0-0. عسكر أبو ظبي اللي أقاموا استعدادا لأمم أفريقيا، ويمكن هما خاضوا في مباراتين وديتين، وبشايف إن الكامب أو المعسكر كان في فوائد كثيرة للفريق وقدر يحضر الفريق بشكل جيد جدا. قدر كمان سألته على مباريات المنتخب المصري، طبعا قال إن هو تابع بالفعل المباراتين الوديتين اللي لعبهم منتخب مصر، وشايف انه منتخب قوي جدا، وشايف طبعا انه الفرص قويه جدا، وشايف ان هو دلوقتي طبعا بالنسبه لسؤاله عن الطموح واللي شايفه في المرحله القادمه، قال طبعا ان هو بياخد مرحله بمرحله، وهو هدفهم الاساسي دلوقتي ان هم يركزوا في مرحله المجموعات، وهم خلاص مش هيعملوا اي ماتشات وديه او اي حاجه، هم دلوقتي خلاص استقروا في مقر الاقامه وهيبتدوا التدريبات الرسميه والاقامه الرسميه استعدادا لاول مباراه. كمان كان لنا لقاءات مهمة من معسكر منتخب أنجولا، زي ما عودناكم مش بس المنتخب الوطني اللي هنكون موجودين فيه، هنكون موجودين مع كل منتخب كل يوم. نشوف منتخب أنجولا ونرجع لكم تاني. المعسكر كان كويس جدا وحضر اللعيبه بشكل كويس جدا، رغم ان هم كانوا مرهقين جدا من المباريات اللي لعبوها في مختلف الدوريات اللي شاركوا فيها، لكن ايضا المنافسات غير الاعداد، واحنا هنحاول نعمل اقصى جهدنا علشان نقدم يعني بشكل جيد للمنتخب الانجولي. المجموعه بتاعته طبعا ان فيها منتخبات قويه زي منتخب تونس ومنتخب مالي وموريتاني، المنتخب الموريتاني، لكن هو شايف ان المنتخب التونسي والمنتخب المالي اقوياء جدا، وشايف ان في حظوظ في توقعاته للمرحله اللي بعد كده. قال ان هو ما بيوعدش طبعا ان هو يوصل للسيمي فاينل او الفاينل لان الموضوع صعب، لكن هياخد مرحله مرحله، لكن بيوعد ان هو يقدم كره كويسه ويقدم شكل كويس جدا للمنتخب الانجولي. جيرالدو اكيد واحد من اللعيبه اللي احنا مستنيين كمان نتفرج عليها، واكيد الشعب المصري يعني عنده معلومات كبيره جدا لانه كان موجود في نادي هنا من اكبر الانديه في افريقيا. تعالوا نروح نشوف هيقول ايه ونرجع لكم تاني. هو كان في البرتغال، هم كانوا بيحضروا للماتشات في البرتغال، بلد عظيم، بلد انجولا دايما بتلجأ ليه علشان تعمل فيه المعسكرات، علشان بيتكلموا نفس اللغه، هم هناك بيعرفوا يعملوا حاجات كتير جدا في الملاعب، بيقدروا يتدربوا على اكتر من حاجه، هم كانوا مبسوطين جدا في البرتغال لان كان عندهم اكتر من شيء يعملوه في البرتغال. لما وصل هنا هو مصر كان مبسوط جدا لانه خلاص حس بروح البطوله، حس بالماتشات، هو كان مبسوط جدا ان هو جه هنا ومبسوط ان هو بيشارك في حاجه زي كان زي البطوله ديت، ومستني ان هو يعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ومبسوط جدا ان هو جه ان هو هنا مع النادي الاهلي، هو حس ان هو لما جه هنا في مصر كان مبسوط جدا ان هو بيوري الناس ان هو لعيب من الاهلي، وبيوري الناس اكتر ان هو لعيب من الفريق الانجولي. مبسوط جدا ان هو هيقدر يعرض الناس ان هو هيلعب هنا على الارض المصري، هو حاسس ان هو بيلعب في بيته لان هو بيلعب في وسط جمهور اللي هو جمهور الاهلي، وبيلعب في وسط الجمهور
الانجولي اللي هيجي يتفرج عليه ان شاء الله، ومبسوط ومتطلع ان هو هيعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله. المجموعه بتاعته مجموعه صعبه جدا، هو بالنسبه له المجموعه او البطوله كلها فيها منتخبات صعبه جدا زي مصر زي تونس زي المغرب، بس المجموعه بتاعتنا فيها مثلا مالي وموريتانيا وتونس، دي مجموعه صعبه، بس هو هيعمل كل اللي عليه والفريق هيعمل كل اللي عليه علشان ان شاء الله يصعدوا ويتاهلوا ان شاء الله. هم هنا علشان يعملوا احسن ما عندهم، هم هنا علشان يقدروا يزقوا اكتر في البطوله ويقدروا يروحوا على ابعد طريق هم يقدروا يروحوا له، لابعد حاجه يقدروا يروحوا لها. هو بيلعب، هو هيلعب وبيلعب وعايز يعمل احسن ما عنده زي الكوتش ما هيعمل احسن ما عنده، وان شاء الله بالتوفيق لكل الفريق. لكن قبل ما اختم لقائي مع جيرالدو، يمكن شيء لفت نظري في جيرالدو اثناء وجوده في معسكر منتخب انجولا، هو بيرتدي يمكن حظاظه في ايده وعليها لوجو فريقه، فريق النادي الاهلي. فيمكن انا هساله طبعا على دي لانها لفتت نظري، فلازم اساله عليها. يعني انت اللي perguntando o que aconteceu com que esse brinde bom. هو مبسوط جدا بالهدية الجميلة ديت. هو كان في أحد المحلات بتاعة الاتصالات ولقى حد من المعجبين بالنادي الأهلي والمعجبين بيه، اداله الهدية ديت، هو مبسوط جدا بيها وبيقول شكرا لكل المعجبين، ومبسوط إن في ناس بتعرفه، ومبسوط إن في ناس بتقدم له هدايا، مبسوط إن هو في بيته يعني. شكرا جزيلا للزميل محمد طه على التقرير الرائع ده. اتكلمنا عن لقب الاسود اللي بيشارك فيه اكثر من منتخب، والنهارده هنتكلم على لقب النسور والمنتخبات اللي بيطلق عليها النسور. تعالوا نشوف التقرير ده مع الاستاذ حسن المستكاوي، ونستقبل ضيفنا الدكتور اشرف فنصة المتخصص في جراحه العظام واصابات الملاعب، ونتكلم بقى عن الريكفري، عن الاصابات، ونتكلم عن حاجات كتيرة جدا طبية في الفقرة الأولى، ولكن بعد الفاصل. النسور ناشيريا طبعا اسم مرتبط برضو بطائر جارح قوي، ملك السماوات في أفريقيا أكيد طبعا، يعني هو طائر عظيم جدا كمان، يعني مش مجرد طائر جارح بس يعني. وطائر يعني قوي جدا. نسور في تونس كتير، انما النسر المحلق القوي اللي يقدر يعني طبعا ده برضو حاجات تعبيرات مجازيه، يعني الناس بتستمد منها قوه، وطائر او بحيوان او بكائن او بمعلم من المعالم المنطقه اللي هو عايش فيها او فيها المنتخب أو الدولة، فبيسمي زي كليمنجارو اللي هي قمة جبل، أعلى جبل في أفريقيا. طبعا الحدث الأهم في الرياضة هي الإصابات. ممكن نقعد نتكلم على لعيب كتيرة جدا ويبقى مستقبله ويبقى 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 وفجأة راح. تطور رهيب جدا والعلم بيتطور كل يوم. كان زمان اللي بيجيله صليبي خلاص انتهى تاريخه وانتهى مستقبله في كرة القدم، دلوقتي بيكمل. سمعنا ابتدينا بقى نسمع عن الركبة، ابتدينا نسمع عن وتر أكيلس، نسمع عن حاجات كتيرة جدا، ولكن مع العلم الحديث الأمور اختلفت، حتى اختلفت في الأكل. دلوقتي بيقولوا إن تحاليل الأكل والتحاليل اللي بتعمل الجديدة بتبين إن أنت ممكن تاكل أكل ما يسببلكش إصابات. عالم لوحده، عالم الطب وعالم الإصابات. معايا النهارده ضيفي بيشرفني ونورني الدكتور أشرف فنصة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. اشرح لي بقى قصتك، يعني انا اتكلمت معاك، انت ملف كبير، ملف من هنا، سنك صغير، بقالك فتره كبيره بره، ثم هنا، ثم بره. عارف ان الوالد من اكبر دكاتره عظام هنا في مصر، اسم كبير، ولكن واضح ان انت فكرك مختلف. مفيش، لا والله، يعني انا طبعا اتجهت سكه جراحه العظام عشان والدي جراح عظام برضو، وبعد ما اتخرجت قررت اني اروح امريكا. ابويا بيقول لي كان زمن وزمن انجلترا في الستينات سبعينات
على زمني انا وهي امريكا، فكان حظي حلو وربنا وفقني وقابلت دكاتره هناك كتيره ساعدوني، لان طبعا هي موضوع بقى اصعب شويه من لو انت امريكاني، لو انت واحد مصري جاي غريب عليهم بتحتاج دايما مساعده. فالحمد لله ربنا وفقني في الموضوع ده، واتمرنت في مستشفيات كويسه، والسنه الجايه هروح اكمل الدكتوراه بتاعتي في هارفرد الحمد لله. فهو ده اللي وداني بره. انت دلوقتي بره؟ اه. وهتكمل بره؟ اعتقد ذلك. اه تعتقد ذلك. امتى ممكن تيجي تقول انا بقى معايا كل حاجه اجي هنا بقى عشان اعمل نقله وطفره؟ ما احنا في الاخر هدفنا كله نقله البلد. مظبوط. اه يعني مش شرط ان الواحد عايش بره ان هو ما يقدرش يساعد بلده. يعني انا مثلا كل 6 أشهر باجي هنا، مثلا على سبيل المثال اول ما طلعت الحاجه اللي بيسموها هنا في مصر البلازما، اللي هي اسمها بليتليت ريتش بلازما، هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، سنه 2009 رحت وجبت الجهاز ده بنفسي، شلت اعضاء جبته هنا علشان اجيب حاجه جديده. فمش معناها ان انت عايش في مصر، عايش بره مصر، ان انت ما تقدرش تيجي كل شويه وتساعد بلدك وبنروح المستشفى. ايوه بس احنا عايزين الرجاله بتاعتنا كلها، يعني زي دكتور مجدي يعقوب كده، راجل بقى حاجه كبيره جدا بره، وبعدين في الاخر جه استقر هنا، هو ده المهم. خلاص لما اول هتعمل برضه فلوس كتيره هنا بره بس. اول ما عيد ميلادي ال 65 يجي هبقى ارجع. 65؟ لا 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 لا، بس احنا بنيجي وفي نواب في جامعه 6 اكتوبر ومستشفى الساحل ومستشفى الزيتون، بنعمل كورسات تمرين وبنوريهم العمليات. فلا احنا الانبوت بتاعنا موجود. يعني اشرف انت تخصص اكتر علاج طبيعي ولا جراحه عظام؟ لا ولا تاهيل؟ جراحه عظام. جراحه عظام. انما كل حاجه يعني في امريكا مثلا الدكتور بتاع العلاج الطبيعي عارف هو بيعمل ايه، بس في نهايه اليوم انا اللي بقول له امتى يعملها، وعاوز التمرين الفلاني والتمرين الفلاني لا، لان كل مريض بيحتاج علاج طبيعي مختلف. لعيب الكوره غير واحد مثلا عنده 40 سنه لو الانكل بتاعه، فكل واحد ليه علاج طبيعي مختلف، وانا اللي بفصل له وانا اللي بقول للدكتور العلاج الطبيعي انا محتاج ايه. بس انت قلت جملتين احنا عمرنا ما سمعنا عنهم. انت قلت المدرسه راحت لامريكا ايام الوالد كانت انجلترا. احنا بالنسبه لنا ما فيش لعيب بيحصل له اصابه غير ما بيطلع المانيا. مزبوط. عمرنا ما سمعنا ان حد طلع امريكا. مظبوط. في كذا سبب. اولا ان المانيا قريبه، وثانيا اكيد مش القرب يعني المانيا اقرب من امريكا، دي 12 ساعه طيران، دي 4 ساعات. المانيا برضو متطورين جدا جدا جدا، يعني معظم لو بصيت على معظم الاجهزه اللي بنستخدمها علشان نركز صفائح دمويه او ان احنا نركز الخلايا الجذعيه اللي بناخدها من النخاع العظمي، شركات المانيا هي المنتجه كتيره منهم. والسبب الثاني السبب الثالث وبرضو ان الطب في امريكا غالي شويه، ودي حاجه حتى لو حضرتك كنت مركز في التلفزيون فتره اوباما لما عمل اوباما كير والحاجات دي كلها، في ناس في الـ من الدكاتره اشتكوا لان ده هيقطع من هيقلل من الفلوس اللي هياخدوها شويه، علشان في امريكا الطب كله خاص. بس مش افضل دكاتره في المجال ده الدكاتره الالمان؟ الالمان من افضلهم، الالمان الاسبان كويسين، الانجليز والامريكان هم دول التوب في العالم. هم دول التوب في العالم. ليه دايما احنا هنا اللاعب المصري يقول لك رباط صليبي اطلع المانيا، مع ان هنا عندنا اسامي دكتور احمد عبد العزيز، دكتور الشرقاوي، اشرف ناد محرم، يعني في اسامي كتيره وما تسافر بره تسمع عنهم، ولكن احيانا هنا اللعيب بيطلع بره، واحيانا هنا ولاقي اللعيب طلع بره بعد كده اصل عندي مشكله، اما بنبقاش عارفين المشكله هل في العمليه ولا في التاهيل. مظبوط. اهم حاجه لازم واحد يعرفها، ودي حاجه عندنا من زمان، مش عارف يمكن تزعل مني ولا، بس احنا يعني عندنا حاجه اسمها عقده الخواجه. اي واحد اجنبي يبقى اكيد كويس. الكلام ده غير صحيح. لما الواحد هيسافر بره لازم يعمل الابحاث بتاعته، ريسيرش بتاعه، يعرف هو رايح فين. يعني مثلا في المانيا في مكان معروف جدا اسمه اندو كلينيك، ده في ميونيك، ده معروف. في انجلترا برضو في ناس معينه معروفه، ودلوقتي بقوا يشتغلوا في سنتر معين. يعني بطلت موضوع ان ده دكتور لوحده، لان جراحه العظام بقى فيها تخصصات كتيره جدا. يعني زمان في الستينات والسبعينات كان جراح عظام ده بيعالج كل حاجه، يعالج كسور ظهر، يعمل مفصل غير مفصل. دلوقتي بقى فيه تخصص عالي جدا، فانت لما بتروح مستشفى بتروح مثلا المستشفى انا عملت فيها جزء من التمرين بتاعي في امريكا اسمها هوسبيتال فور سبيشال سيرجري، دي تسال اي حد عنها في مصر ما يعرفهاش. انما لما تروح امريكا بتروح نيويورك، دي مستشفى نمره واحد في جراحه العظام، دي مستشفى فيها 180 جراح عظام كلهم بيعملوا عظام فقط، في 12 واحد قسم بيعمل جراحة القدم والكاحل بس، ما بيطلعش فوق الساق، واحد تاني جراحة ركب بس، ولو بيعمل ركب بيعمل مناظير بس ورباط صليبي. تخصص الركب غير تخصص الكعب غير تخصص طبعاً السمانة.
طبعا ده حتى في الركبه زي ما بيقول لك في واحد بيعمل مناظير بس اللي هو بيعمل سبورتس ميديسن ده يخش يعمل مناظير رباط صليبي يشيل غضروف مقطوع غير الدكتور اللي بيخش يعمل عمليه تغيير المفصل. التخصص بقى فظيع لان اهم حاجه اهم حاجه لما العيان بيجي لك بره في امريكا يسالك سؤال عاوز يعرف انت كويس ولا لا يقول لك انت بتعمل كام واحده من دول كل سنه. لو انت بتعمل كل حاجه هتقول مثلا بقى لي مثلا 10 20 مفصل لو دي الحاجه الوحيده اللي بتعملها هتكون بتعمل لك 100 150 فهو يطمن اكتر. كل ما تعمل حاجه اكتر كل ما انت كل مره بتعملها احسن واحسن واحسن وهو ده سبب نجاح الدكاتره اللي هم السب سبيشلايز بيعمل حاجه واحده بس. امشي معايا بقى في الحاجات البلدي بتاعتنا اللي كل الناس مستنيه ان هي تسمعها مننا. ابتدينا نسمع مؤخرا ان في قطع غيار كتير للشغلانه دي. يعني يقول لك اغير لك ركبه بركبه اركب لك مفصل 10 مسامير وبعدين احيانا يقول اسيبهم احيانا نسمع ان هم بيدوبوا احيانا لازم عمليه ثانيه تشيلهم. بالنسبه لتغيير المفاصل مثلا دي المعروفه جدا. تغيير المفاصل دي من السبعينات بالنسبه لمفصل ركبه ويمكن قبل كده شويه ب 10 يمكن كان مفصل الفخذ. دول اكتر مفصلين في جراحه العظام بيتغيروا النهارده في كل العالم. دول اكتر مفصلين بيتغيروا بيعيشوا فترات طويله. يعني مفصل ركبه لغايه 20 25 سنه لو العمليه معموله صح. مثلا من المفاصل الجديده اللي هو مفصل الانكل مفصل الكاحل ده بقى لهم بيغيروه من الثمانينات انما اتطور كذا 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 مره وصلنا دلوقتي للجيل الرابع. ودلوقتي عشان وصلنا للجيل الرابع يتحسن جدا نقدر نحطه في 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 مرضى اصغر شويه في السن في سن الخمسين وبيعيش فترات طويله. طبعا هو مش زي المفصل ربنا خلقه لك مفيش اي حاجه زي مفصل ربنا خلقه لك بس الغرض ان انا ارجع لك الحركه بتاعتك واقلل لك الوجع وبينجحوا في الموضوع ده. بالنسبه لقطع غيار تانية في قطع غيار طول الوقت. يعني لو هنتكلم مثلا على الحاجات الجديده لو حد عنده ثقب في الغضاريف. الغضاريف دي هي غلاف لنهايه العظام لان العظام دي عظمتين المفصل عظمتين بيتحركوا على بعض لازم ربنا خلق النهايه بتاعت العظام دي عليها طبقه من الغضاريف ودي ناعمه جدا نعومتها زي نعومه الثلج على الازاز. لما بيحصل اصابه بيحصل زي ثقب صغير في الاول بيبقى صغير وبسيط ما تاخدش بالك منه واحده واحده يقعد يكبر 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 تسمع عنده خشونه وبعد كده عنده ضمور في الغضاريف. الحاجات دي لو لقطناها بدري بنقدر نخش بالمنظار ليها كذا طريقه العمليات. الطريقه اللي احنا بنستخدمها مثلا ان احنا بنخش جوه بنشيل الغضاريف اللي بايظه بالمنظار وبعد كده بنجيب ماده جديده اسمها بايو كارتج بيصنعوها بره. دي ما هي الا بياخدوا غضاريف من ناس ماتوا وبيعقموها طبعا وبياخدوا منها جزء منها اسمه اكسترا سيلولر ماتريكس اللي هو الجزء مش الخلايا نفسها انما الشبكه اللي بتعيش فيها الخلايا بتبقى بتيجي على شكل بودره كده وبناخدها وبنعملها زي معجون. ان احنا برضو بناخد من المريض نفسه خلايا جزيئيه من النخاع العظمي بتاعه بنعمل بيها زي معجون وبنغطي بيها زي ما يكون عندك خرم في الارض وبتغطيه باسمنت على الهدف اللي عاوزين نوصل له ان احنا عاوزين نغطي العظم لان العظم هو اللي فيه الوجع. اي مفصل عندك مش بيوجعك لان الغضاريف اللي انا اتكلمت عليها دي اللي هي بتغطي نهايه العظام دي ما فيهاش اعصاب فانت ما بتمشي ما بتسمعش اي صوت نعمه وما بتحسش باي وجع. العظم اللي تحتيها هو اللي فيه اعصاب وهو ده لما بيتعرى لان حصل ثقب هو ده اللي بيحصل فيه وجع. فكل اللي احنا عاوزين نعمله احنا نغطي المنطقه دي. فمثلا الباي كارت اللي جاء من الحاجات الجديده وكنا لسه في المؤتمر في بوسطن بتاع دكاتره الفوت انكل كنا لسه مقدمين الاوتكمز بتاعتنا النتائج بتاعتنا على 135 عيان لمده سنتين لسه قدامنا لسه لازم عاوزين نقدم كمان خمس سنين كمان 10 سنين هيبقوا عاملين ازاي. بس هي عمليه ناجحه لما كل ما يبقى الثقب اصغر كل ما يكبر بيبقى محتاج له حاجات اكتر لغايه لما يحصل ضمور شامل في الغضاريف وقتها بنضطر نعمل عمليه تغيير مفصل كاملا. خدني بقى في الحاجات الاصابات بتاعتنا. تمام. الرباط الصليبي. تمام. ده بقى يعني بقت لغه الانفلونزا عندنا في الملاعب. تمام. وبقى خلاص يعني حفظناه ست عمليه ست شهور بعد كده يبتدي يشتغل بعد كده يبتدي يقوي بعد كده يبتدي يرجع وعلى حسبنا احنا مش بتوع طب يعني يقول لك ان كل ما تطول وكل ما تدي وقتك وبتاع وانك تعمل علاج طبيعي بشكل جيد وتاخد وقتك تعيش فتره اطول. مظبوط. بالنسبه للرباط الصليبي وانا جبت معايا مثال صغير لمفصل الركبه علشان عاوز الناس تعرف لان لاحظت هنا العينين يقول لك انا عندي قال لي الغضروف مقطوع. طيب ابص على الرنين المفصليه الغضروف مقطوع انت قصدك الغضاريف عندك فيها تاكل يقول لي ما اعرفش فقلت اجيب معايا
يعني مثل صغير عشان المشاهدين يبقى عندهم وعي اكتر بايه اللي بيحصل. ده مفصل ركبه، ده رجلك اليمين لو انت باص عليها من قدام. الغضاريف الناعمه اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه هي اللي بالازرق دي. في المثل ده هم عاملين الاحمر ده، ده مكان لو حصل فيه ضمور بيبان العظم اللي تحتيه، هو ده اللي بيوجع. بالنسبه للرباط الصليبي هو ده الرباط الداخلي اللي هنا ده، ماسك فيه اللي بنسميه الغضروف الهلالي. الغضروف الهلالي ده بيبقى ما بين العظمتين دول، بيعمل زي وساده هوائيه زياده. وبعد كده عندك برضو بيسمع عنها الرباط الداخلي والرباط الخارجي. الرباط الصليبي ده اهميته ان هو بيمنع ان عظمه الساق تتحرك لقدام على عظمه الفخذ. وممكن ناس تقول دي مش حاجه كبيره، لا بالنسبه للمفصل اي مفصل مخلوق ان العظمتين يتحركوا على بعض بطريقه معينه، لو اتحركوا غلط هيبتدي يحصل تاكل وضمور في الغضروف الهلالي وفي الغضاريف اللي هي بتحمي العظم. فالرباط الصليبي طبعا لما بيقطع، وده بيحصل في لعيبه الكوره طول الوقت لانه وقع او حد خبطه من الجنب ولوى رجله، اول حاجه بنعملها لازم نكشف عليه كلينيكيا وبنتاكد، نقدر نقارن بالناحيه السليمه بنعرف عنده رباط صليبي. بعد كده الحته دي فيها مشكله. عندنا عدد اكتر من حاله في الملاعب حصل كشف اصابه، دخل الدكتور تعامل معاه، نزل الولد تاني لعب فتره وقت يعني مده ما قدرش يكمل، طلع صليبي. مظبوط. فما بنسال ما سالنا الطبيب يعني هل ده كسور طبيب ولا لا، قال لي لا احنا بنعتمد هنا على تشخيص اللاعب، واحيانا اللاعب بيكون دايس على نفسه لا عايز اكمل مش عايز اقول ان انا مصاب، فما اقدرش اشخص بشكل كبير. هل انت بتعتمد فقط على تعبير اللاعب او يعني كلام اللاعب، ولا بتبقى مثلا في رؤيه لان قالوا برضو الركبه ما تلحقش ان هي تورم في فتره قصيره؟ هرد عليك في اول رد هقوله ان فعلا اللي انت بتقوله ده بالنسبه للعيب يطلع يقول انا ممكن العب تاني، ده حقيقي. ده بالنسبه للرباط الصليبي، انا كنت بلعب رجبي وانا في الجامعه وقطعت الرباط الصليبي بتاعي، وفعلا كنت حاسس ان استنى انا ممكن انزل العب شويه، فعلا الوجع مش جامد زي ما بتتخيل. لما تيجي تحاول تيجي تقول لا انا حاسس ان في عدم ثبات. لما اجي اشخص ببص على كل حاجه، نمره واحد المفروض انا ببقى قاعد في الدكتور بتاع الفريق قاعد هو شايف اللعيب وقع ازاي، وحتى دلوقتي يبقى عندك التسجيل يرجعه تاني يشوف اتضرب ازاي. ده اسمه الميكانيزم بتاع الخبطه. ده مع انت بتكشف عليه في عندنا حركات معينه بنعملها وبنقارن من ناحيه سليمه يقدر يساعد لي، بشوف في تورم، شفت العيان شفت اللاعب وقع ازاي، كشفت عليه. بعد كده بيبقى انا كطبيب متمرن بقول لا انا عندي شاك بنسبه 90% ان هو قطع رباط صليبي، اقول لا وقف اللعب دلوقتي خالص، هناخدك هنعمل لك رنين مغناطيسي عشان ناكد على الموضوع ده. بس دايما يقول الرنين المغناطيسي لازم تعمله بعد 24 ساعه، استنى شويه. هي مش كده، الرباط الصليبي لو مقطوع هيبان لك على طول. موضوع ال 24 ساعه وساعات مش بس 24 ساعه، يقول لك 3 اشهر 4 اشهر، ده لو انت عاوز تشوف في ضمور في الغضاريف ولا لا. اسيبه 3 شهور عشان يعمل رنين؟ انا بعمل رنين الاول ببص على الرباط الصليبي، ده بيبان سواء يعني لو عملته على طول بعديها هيبان. مش مشكله، لان دي حاجه بنشوفها يا مقطوعه يا مش مقطوعه او لو فيها تهتم جزئي. ده سؤال كويس جدا اللي قلته. الحاجه الثانيه اللي بنخاف عليها غير الرباط الصليبي هو الغضاريف الزرقاء اللي انا وريتها لكم دي، هي دي اللي لما بيحصل فيها اصابه ومش بعالجها بدري بتقعد تكبر 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 وبعد كده مش بقدر اصلحها. الغضاريف دي زي ما هي هايله ومهمه لسبب ما ربنا خلقها انها لا تتجدد. طب يعني دايما يقولوا القطع في الرباط والغضروف، يعني محمد محمود لاعب الاهلي الاخير ده رباط وغضروف الاثنين بيتقطعوا مع بعض؟ مظبوط، الغضروف الهلالي اتقطع، لان لما هو بيقع زي ما يكون بيطحن بيبقى، فلما يطحن دي حركه المفروض الركبه مش 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 بتستحملها، فبيقوم قطع الرباط الصليبي، وبعد كده باقي عمليه الطحن بتؤدي لقطع في الغضروف الهلالي اللي هو ده، في غضروف خارجي وداخلي، واحد منهم بيتقطع. غالبا بيبقى الداخلي بيتقطع 3 مرات قد الخارجي. ده علشان الاناتومي بتاع الركبه شكلها كده، في ضغط اكتر على الناحيه الداخليه. برضو الغضروف الهلالي ده مش مشكله قد الغضروف اللي هو بيغطي نهايه العظم اللي انا بوريهولك بالازرق ده. غضروف الهلالي ده لو اتقطع، ده اللي هو لما يجي لك عيان يقول لك انا وانا ماشي ركبتي بتعلق عليا، ركبتي بتفوت عليا، يجي اللاعب يقول لك انا مش قادر افد ركبتي لغايه الاخر، ده معناها ان الغضروف اتقطع فهو زانق في ركبه. على حسب في ركبه دي لعبه فيها احتكاك عالي، ده ما كانش فيه احتكاك، ده انا كنت بس ماشي بالكوره واحد زقني في لحظه انا بس كنت واقف فيها على رجل واحده، رجلي عملت تكه صغيره وحسيت، وهو اللاعب ممكن يقول لك انا حسيت بتكه صغيره.
وده كان الرباط راح، ورحت قعدت بره 5 دقايق قلت انا ممكن العب تاني، جيت احاول اجري قلت لا انا حاسس ان في عدم ثبات، وفعلا رحت لابويا في العياده وكشف عليا وقال لي عندك باص اليوم. الوقت امتى المفروض اللي هو المانيوال بيقول امتى لو انت عندك رباط صليبي ترجع الملاعب تاني؟ حضرتك ده بيعتمد على كذا شق، نمره واحد باللياقه البدنيه للمريض، احنا بعد ما بنركب الرباط الصليبي لازم فتره ان نخلي الرباط ده يلتئم. في نوعين من احنا بناخد جرافت، بناخد حته تانية من جزء من المريض عشان نعوض بيه رباط صليبي، الرباط الصليبي ده مش نقدر نخيطه على بعضه تاني، لا، لازم بناخد منه جزء يا من العضله الاماميه اللي هو بيسموها الباتالر تندن، اللي هي التندن اللي ماسك فيه الصليب الصابونه، او بناخدها من وتر تاني من عضلتين خلفيين. المهم يعني لما بنستخدمهم احنا بنحطهم بنحفر زي قناه في عظمه الفخذ وقناه في عظمه الساق، وبنحطها جوه وبنقفل عليهم بمسمار. المسمار ده بعد فتره بيدوب، انما المسمار ده بيدوب بعد حوالي 6 اشهر، انما الهدف ان العظم بتاع المريض يلتئم مع الرباط الجديد اللي انا حطيته. ده بياخد 3 اشهر عقبال ما يلتئم فعلا قوي جدا، لغايه 6 اشهر. احنا بعد هل عمليه الرباط الصليبي دي بيرجع اللاعب كما كان؟ لو اللاعب ما حصلوش ما حصلوش اي ثقب في الغضروف الغضاريف اللي هي بتغلف نهايه العظام، والفيزيو العلاج الطبيعي بتاعه ابتدى في ميعاده المظبوط وداسوا عليه، وهو اللعيب كان عاوز يرجع ونشط في الـ في الـ في الـ في العلاج الطبيعي، طبعا يرجع. طيب. يرجع ويلعب هيبقى كويس. هسألك سؤال بس تفكر فيه، يعني عقبال ما نروح هوا المعسكر المنتخب وانت معانا كده ونشوف الاخبار هناك ايه، ليه دايما يقول لك اللعيبه الاجانب كريستيانو ميسي محمد ما شاء الله ما شاء الله، يعني عايز ابعد صلاح عن الحديث ده، اي لاعب بره يقول لك ان هو متاسس صح، يقع يقوم في ثانيه، قلما ما تسمع عن اصابه، قلما ما تسمع عن صليب، دي ليها علاقة بالإصابة إن هو متأسس صح، إن هو عنده عضلات تقدر تشيله فممكن تقلل من إصابته، وموضوع تحليل الأكل، يعني إحنا هنا المنتخب الوطني عملنا تحليلات قالوا إن التحليل ده بيفيد بشكل كبير جدا في أكل معين يعمل إصابة وأكل ما يعملش إصابة، بس نروح وأنت معايا المنتخب الوطني زميلنا محمد طه على الهواء مباشرة من داخل معسكر المنتخب. محمد مساء الخير. يعني صباح الخير بقى كابتن سيف، برحب بحضرتك طبعا وبرحب بضيفك وبكل مشاهدينا متابعي تايم سبورتس في كل مكان. صباح الخير يا محمد، وطمني الجديد عندك. يعني خلينا كابتن سيف نبدا الاول من معسكر برج العرب واللي استمر 11 يوم طبعا، وكانت نتيجته ايجابيه بعد مباراتين الوديتين اللي خاضهم المنتخب المصري امام تنزانيا وامام غينيا. يمكن ليست النتيجه ايجابيه فقط في المباراه، وكان ايجابيه طبعا في كل شيء من داخل معسكر منتخب مصر، واللي استفاد منه بشكل كبير المنتخب واللي اشاد به مستر اجيري مدير الفني لمنتخب مصر بعد انقضاء هذا المعسكر. يمكن النهارده المعسكر المنتخب مصر انتهى، وفي الصباح خاض المنتخب المصري اخر مران ليه في برج العرب صباحا، وبعدها التقت المنتخب المصري طبعا الصوره الرسميه لامم افريقيا، بعدها عاد المنتخب لفندق الاقامه ويتناول وجبه الغداء، وبعد كده انتقل اللاعبين من برج العرب الى القاهره. يمكن مش كل اللاعبين جم في الباص الخاص بمنتخب مصر، وصل بس 4 لاعبين، محمد صلاح والنني وتريزيجيه واحمد المحمدي، وباقي اللاعبين غادروا بسياراتهم الخاصه من معسكر المنتخب من برج العرب الى القاهره، لانهم طبعا حصلوا على راحه لمده 6 ساعات أو 7 ساعات من مغادرتهم في برج العرب، والراحه دي كانت عشان اللاعبين يطمنوا على اسرهم وبعدين ينضموا لفندق الاقامه هنا في القاهره اللي هيكون الفندق الاساسي والمستمر حتى نهايه البطوله ان شاء الله. اللاعبين يمكن بداوا في اللحظات اللي بكلم حضرتك فيها دي بداوا يتوافدوا واحد ورا الثاني، يمكن اخر 2 انضموا للمعسكر في اللحظات اللي بكلم حضرتك فيها هو عبد الله السعيد وطارق حامد. الامور هنا بتسير على ما يرام، يمكن هدوء تام وانضباط تام جدا. اللحظات الفعليه للبطوله او المعسكر الحقيقي فعلا للبطوله نقدر نقول بدا بالفعل منذ لحظات مع قدوم كل اللاعبين هنا في معسكر المنتخب. مفروض ان المعسكر ان شاء الله بكره هيبتدي التمرين الرئيسي على ملعب الكليه الحربيه، هيكون في 2 ميران، ميران صباحي وميران مسائي، حتى طبعا الاستعداد لاولى المباريات مباراه زيمبابوي واللي هتكون ان شاء الله بدايه الخطوه نحو اللقب ورفع الكاس ان شاء الله. محمد عايزك تطمني على فندق الإقامة، هل الأمور ماشية الترتيب ماشي بشكل هادئ، يعني في عزلة تامة
للمنتخب الوطني ولاعبته، الأمور هادية داخل المعسكر. يمكن الامور كابتن سيف هاديه تماما، يمكن منذ قدوم المنتخب بعد قدومه من معسكر برج العرب والباشمهندس ايهاب ليطه بصراحه يعني بعد ما قام بعمليه التسكين ومراجعه كل شيء بنفسه، الامور هنا بتسير يعني بهدوء تام جدا وبنظام. يعني بصراحه نحيي فعلا جهاز المنتخب الاداري على اللي احنا بنشوفه هنا في معسكر المنتخب. يمكن اداره الفندق متعاونه جدا مع الجهاز الاداري لمنتخب مصر، وفي تعليمات صارمه جدا بان منتخب مصر هنا في نظام معين في التعامل في النزول لمكان الفطار والغداء والعشاء والتعامل مع الجست الخارجي اللي موجود داخل الاوتيل، وبالتالي في نظام وبينفذ بحذافيره وكل شيء هنا هادي جدا وفي نظام جدا يعني رائع. يمكن انا بشوفه هنا بصراحه ده جزء من الاحترافيه اللي بشكر طبعا لها تاني مره الجهاز الاداري، واللي هتؤدي ان شاء الله لان المنتخب يعني يوصل للمرحله اللي هو عايزها من تركيز وهدوء بدايه من المعسكر، وان شاء الله يضاف ليها الميران وان شاء الله كل الجماهير تلتف حوالين منتخب مصر، وان شاء الله يعني بدايه بعد زيمبابوي الى الكاس ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد طه من داخل معسكر المنتخب الوطني. بشكرك يا محمد ومستمرين معاك ان شاء الله باذن الله دايما في التغطيه. سؤالين مهمين، ليه اللعيبه الكبار اصاباتهم قليله، وموضوع الاكل وتحليل الاكل ده فعلا بيفرق في الاصابه؟ نمره واحد بالنسبه اللي كنت بتقول لي اصاباتهم اقل وهكذا، اللعيبه بره من اهم الحاجات ان هو اللياقه البدنيه طبعا، لما انت بتقوي كل عضلاتك يعني مفصل الركبه ده في اربطه ماسكاه، انما اهم حاجه ماسكاه في مكانه هي العضلات اللي حواليه، مفصل الكاحل نفس الموضوع، مفصل الكتف نفس الموضوع، لازم يبقى العضلات اللي حواليها كلها مش عضلات معينه يقول لك بس العضله الخلفيه او الاماميه، لا كل العضلات اللي حوالين اي مفصل جامدة تشيل. غير كده كمان مش بس حجم مش بس الحجم بتاع العضله، طول لا ايه الطول، لا ما ممكن الطول، انا مش انا مش فاهم زي ما نقول لك عضلتك قصيره طول العضله كده، في حاجه اهم من كده كمان اللي بتادي لثبات المفصل. انت المفصل بتاعك لو انت دلوقتي غمضت عينك وانا تنيت ركبتك انت هتبقى عارف انها تنيتها، ده ليه؟ لان في اعصاب في الاربطه اللي حوالين المفصل بتاع اي مفصل، ودي اللي بتقول مخك انا ركبتي دلوقتي متنيه ركبتي مفروده. طول ما انت واقف وانت مش واخد بالك وانا طلبتك تقف على رجل واحده، انت ازاي بتقف على رجل واحده في منتهى الثبات؟ لان في اعصاب اللي هي بتحس بتشعر تقول لك انا دلوقتي بتلوي يمين يبقى اخلي العضله الداخليه تشتغل عشان ترجعني مكاني وهكذا. فبنحط اللعيبه على 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 بالانس بورد، بورد كده في ايوه دي لما بيجي يعملوا تاهيل بشوفه في التاهيل وغير التاهيل وغير التاهيل صح، علشان اخلي العضلات بتاعته قويه قويه وبتضرب مع بعض في تناسق تام. لو انا طلبت من شخص عنده 50 60 سنه اقف على رجله واحده هتلاقي واقف بس يروح يمين ويروح شمال هكذا. تجيب لعيب زي محمد صلاح ما شاء الله عليه تقول له اقف على رجله واحده هتلاقيه واقف زي الحجره. ليه؟ لانه متمرن صح. في البروبريسبشن بتاعه اللي بالانجليزي بيسموه الحس بالمفصل بتاعه فين، علشان ودي ما بتوصلش لغايه المخ، دي بتوصل بس لغايه سلسله الظهر. يقول لك انا بتلوي يمين يقوم على طول مشغل عضله اللي في الناحيه الثانيه عشان ترجعه في ثباته. دي احدى الحاجات المهمه جدا اللي بيمرنوا عليها اللعيبه. حاجه الثانيه يقول اللعيب ازاي يقع، لما اللعيب يبقى شايف نفسه داخل في تاكل معين عارف هو متمر عارف هو اللعيب المفروض يتعلم ازاي يقع. طبعا ده مهم جدا. شوف واحد زي كريستيانو ولا ميسي ولا محمد صلاح لما يخش عليه حد بطريقه بزاويه معينه هو عارف ان دي لو عافر فيها هيقع غلط او هيبقى واقف لفتره ثانيتين او ثلاثه على ركبه واحده، وده بيبقى في موقف خطوره فتلاقيه يقع. لما من زمان نقول لعيبه لما تحس نفسك انك هتقع وانك في موقف ضعف واقف على رجل واحده تقع اقع، بس اعمل نفسك زي الكوره، اتني ركبك واتني مفاصلك كلها تتكور زي الكوره. لما المفصل بيبقى متني بيبقى المفصل ستيبل. طب انا أكثر. عشان انا وقتي بيجري، موضوع الاكل فعلا ده مظبوط؟ موضوع الاكل بالنسبه ان انا لما صالح رباط صليبي في واحد اللي مظبط اكله احسن من واحد تاني، لا 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 مش قصدي كده، لا في تحاليل دلوقتي بتتعمل عشان كل لعيب يعرف ياكل ايه يقلل من اصابته. لا مش هتقلل من اصابته، هي 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 هتخليه لائق بدنيا اكتر، بس مش شرط انها تقلل من اصابته، لان لو واحد دخل عليك تاكل جامد اللي انت بتاكله مش هيفرق معاه. يعني ده ملوش علاقه. لا
ملوش علاقه. اهم حاجه في اللعيبه بالنسبه لنا احنا بالنسبه للعظام ان احنا عايزين نتاكد ان الكالسيوم بتاعه كويس، فيتامين د بتاعه كويس. في امريكا مثلا اللعيبه اللي بيلعبوا ايس هوكي دول بيلعبوا في الشتاء وكله جوه وما بيطلعوش اي شمس، تلاقيه لعيب قد كده كبير وتلاقي عنده فيتامين د قليل، ليه يتخبط خبطه لو طفل عنده هنا 10 سنين يتخبط خبطه دي هيلحم خلال اسبوعين ثلاثه وده يقعد 3-4 اشهر. سؤال اخير، ليه الريكفري كله في العالم بقى بالسائع؟ يعني ليه حتى دلوقتي كل لعيبه العالم بتلبس الاجهزه الساقعه، حتى مش زي زمان ينزل في تلج، لا يحط الاجهزه الساقعه 12 دقيقه خلاص عمل الريكفري بتاعه. ده مظبوط. لا وكمان بينزلوا في التلج كمان. ليه ما عادش فيه سخن بقى؟ ليه؟ لان الالتهابات لما مثلا المفصل بتاعك لما بتخبطه ايه اللي بيحصل؟ لما بتخبط جسمك بيورم. الالتهاب ده بقى في مواد كيماويه فيه هي اللي بتؤدي لضمور اربطه، بتؤدي لضمور غضاريف، انا عاوز امنعها. احدى السبل ان انا امنعها ان انا التتليج. السقوعيه بتؤدي لان الاوعيه الدمويه تنقبض، ولما تنقبض يقلل ان هو يعمل سويلنج اللي هو يعمل تورم وكل المواد الكيماويه دي تروح جوه. يعني ما عادش في سخن خلاص؟ لا مش قوي، ساعة اكتر. ساعة اكتر ده حقيقي. شرفتني يا دكتور. شكرا. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يعني تخلص رحلتك بره، تعمل كل الفلوس اللي انت عايزها، تعمل فلوس كتير قوي، وتيجي بقى مصر هنا تخدم الناس. هتعمل فلوس كتير برضه طبعا، ما تقلقش، بس هتفيد الناس بشكل كبير ان شاء الله. بتبقى الحقيقه سعداء اما نشوف حد يعني مثقف وعنده تطور بره ويجي هنا ويبقى اسم كبير بره، بتفرق معانا بشكل كبير. يعني عندنا فخر كبير جدا دكتور مجدي يعقوب ما شاء الله طبعاً. اللي هو عامله في عالم العظام برضه، يعني ان شاء الله باذن الله تكون موجود في يوم من الايام والدنيا تكون عالم العظام ده طرف حضرتك، عالم القلب طرف دكتور مجدي يعقوب. طبعا لان جوه في الكنترول كلهم قالوا لي القلب القلب، انا عارف والله انا مش عارف في الطب غير دكتور مجدي يعقوب بتاع قلب بس. شرفتني. شكرا يا فندم. شكرا على استضافتك ليا النهارده. شكرا. وجود لك ان شاء الله في اللي جاي. شكرا. خلصنا فقره الحقيقه فقره مهمه جدا، الاصابات والعلم مهم جدا، التطور ازاي نعرف احنا رايحين منين، طالما بنتطور في كل حاجه، طالما النهارده استقبالنا لكاس الامم الافريقيه خلانا في حته ثانيه، ان شاء الله باذن الله كمان في يوم من الايام في الاصابات وفي التطوير تبقى مصر كمان في منطقه اخرى. نتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى عندنا كادر واثنين وثلاثه. فاصل، وبعد الفاصل اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي المعار حاليا الى نادي الجونه وحديث فني اخر بعد الفاصل. طبعا الحدث الاهم في الرياضه هي الاصابات. ممكن نقعد نتكلم على لعيب كتيره جدا ويبقى مستقبله ويبقى 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 وفجاه راح. تطور رهيب جدا والعلم بيتطور كل يوم. كان زمان اللي بيجي له صليبي خلاص انتهى تاريخه وانتهى مستقبله في كره القدم، دلوقتي بيكمل. سمعنا ابتدينا بقى نسمع عن الركبه، ابتدينا نسمع عن وتر اكيلس، نسمع عن حاجات كتيره جدا، ولكن مع العلم الحديث الامور اختلفت، حتى اختلفت في الاكل. دلوقتي بيقولوا ان تحاليل الاكل والتحاليل اللي بتعمل الجديده بتبين ان انت ممكن تاكل اكل ما يسبب لكش اصابات. عالم لوحده، عالم الطب وعالم الاصابات. معايا النهارده ضيفي بيشرفني ونورني الدكتور اشرف فنصة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا بيك. ازاي ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. اشرح لي بقى قصتك. يعني انا اتكلمت معاك، انت ملف كبير، ملف من هنا، سنك صغير، بقالك فتره كبيره بره ثم هنا ثم بره. عارف ان الوالد من اكبر دكاتره عظام هنا في مصر، اسم كبير، ولكن واضح ان انت فكرك مختلف. مفيش، لا والله، يعني انا طبعا اتجهت سكه جراحه العظام عشان والدي جراح عظام برضو، وبعد ما اتخرجت قررت اني اروح امريكا. ابويا بيقول لي كان زمن وزمن انجلترا في الستينات سبعينات على زمني انا وهي امريكا، فكان حظي حلو وربنا وفقني وقابلت دكاتره هناك كتيره ساعدوني، لان طبعا هي موضوع يبقى اصعب شويه من لو انت امريكاني، لو انت واحد مصري جاي غريب عليهم بتحتاج دايما مساعده. فالحمد لله ربنا وفقني في الموضوع ده، واتمرنت في مستشفيات كويسه، والسنه الجايه هروح اكمل الدكتوراه بتاعتي في هارفرد الحمد لله. فهو ده اللي وداني بره. انت دلوقتي بره؟ اه. وهتكمل بره؟ اعتقد ذلك. اه تعتقد ذلك. امتى ممكن تيجي تقول انا بقى معايا كل حاجه اجي هنا بقى عشان اعمل نقله وطفره؟ ما احنا في الاخر هدفنا كله نقله البلد. مظبوط. اه يعني مش شرط ان الواحد عايش بره ان هو ما يقدرش يساعد بلده. يعني انا مثلا كل ست اشهر باجي هنا، مثلا على سبيل المثال اول ما طلعت الحاجه اللي بيسموها هنا في مصر البلازما، اللي هي اسمها بليتليت ريتش بلازما، هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، سنه 2009 رحت وجبت الجهاز ده بنفسي، شلت اعضاء جبته هنا علشان اجيب حاجه جديده. فمش معناها ان انت عايش في مصر، عايش بره مصر، ان انت ما تقدرش تيجي كل شويه وتساعد بلدك. وبنروح المستشفى. ايوه بس احنا عايزين الرجاله بتاعتنا كلها، يعني زي دكتور مجدي يعقوب كده، راجل بقى حاجه كبيره جدا بره، وبعدين في الاخر جه
تستقر هنا، هو ده المهم. خلاص لما اول هتعمل برضه فلوس كتيره هنا مش بره بس. اول ما عيد ميلادي ال 65 هبقى ارجع ال 65. لا 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 لا، بس احنا بنيجي وفي نواب في جامعه 6 اكتوبر ومستشفى الساحل ومستشفى الزيتون، بنعمل كورسات تمرين وبنوريهم العمليات، فلا احنا الانبوت بتاعنا موجود يعني. اشرف انت تخصص اكتر علاج طبيعي ولا جراحه عظام؟ لا. ولا تاهيل؟ جراحه عظام. جراحه عظام. انما كل حاجه يعني في امريكا مثلا الدكتور بتاع العلاج الطبيعي عارف هو بيعمل ايه، بس في نهايه اليوم انا اللي بقول له امتى يعملها وعاوز التمرين الفلاني والتمرين الفلاني لا، لان كل مريض بيحتاج علاج طبيعي مختلف. لعيب الكوره غير واحد مثلا عنده 40 سنه لو الانكل بتاعه، فكل واحد ليه علاج طبيعي مختلف، وانا اللي بفصله وانا اللي بقول للدكتور العلاج الطبيعي انا محتاج ايه. بس انت قلت جملتين احنا عمرنا ما سمعنا عنهم، انت قلت المدرسه راحت لامريكا ايام الوالد كانت انجلترا، احنا بالنسبه لنا ما فيش لعيب بيحصل له اصابه غير ما بيطلع المانيا. مزبوط. عمرنا ما سمعنا ان حد طلع امريكا. مظبوط. في كذا سبب، اولا ان المانيا قريبه، وثانيا اكيد مش القرب يعني المانيا اقرب من امريكا، دي 12 ساعه طيران، دي 4 ساعات. المانيا برضو متطورين جدا جدا جدا، يعني معظم لو بصيت على معظم الاجهزه اللي بنستخدمها علشان نركز صفائح دمويه او ان احنا نركز الخلايا الجذعيه اللي بناخدها من النخاع العظمي، شركات الماني هي المنتجه كتيره منهم. والسبب الثاني، السبب الثالث برضو ان الطب في امريكا غالي شويه، ودي حاجه حتى لو حضرتك كنت مركز في التلفزيون فتره اوباما لما عمل اوباما كير والحاجات دي كلها، في ناس في الدكاتره اشتكوا لان ده هيقطع من هيقلل من الفلوس اللي هياخدوها شويه، علشان في امريكا الطب كله خاص. بس مش افضل دكاتره في المجال ده الدكاتره الالمان؟ الالمان من افضلهم، الالمان الاسبان كويسين، الانجليز والامريكان هم دول التوب في العالم. هم دول التوب في العالم. ليه دايما احنا هنا اللاعب المصري يقول لك رباط صليبي اطلع المانيا، مع ان هنا عندنا اسامي دكتور احمد عبد العزيز، دكتور الشرقاوي، اشرف ناد محرم، يعني في اسامي كتيره وما تسافر بره تسمع عنهم، ولكن احيانا هنا اللعيب بيطلع بره، واحيانا هنا ولاقي اللعيب طلع بره بعد كده اصل عندي مشكله، اما بنبقاش عارفين المشكله هل في العمليه ولا في التاهيل. مظبوط. اهم حاجه لازم واحد يعرفها، ودي حاجه عندنا من زمان، مش عارف يمكن تزعل مني ولا، بس احنا عندنا حاجه اسمها عقده الخواجه. اي واحد اجنبي يبقى اكيد كويس. الكلام ده غير صحيح. لما الواحد هيسافر بره لازم يعمل الابحاث بتاعته، الريسيرش بتاعه، يعرف هو رايح فين. يعني مثلا في المانيا في مكان معروف جدا اسمه اندو كلينيك، ده في ميونيك، ده معروف. في انجلترا برضو في ناس معينه معروفه، ودلوقتي بقوا يشتغلوا في سنتر معين. يعني بطلت موضوع ان ده دكتور لوحده، لان جراحه العظام بقى فيها تخصصات كتيره جدا. يعني زمان في الستينات والسبعينات كان جراح عظام ده بيعالج كل حاجه، يعالج كسور ظهر، يعمل مفصل غير مفصل. دلوقتي بقى فيه تخصص عالي جدا، فانت لما بتروح مستشفى، بتروح مثلا المستشفى انا عملت فيها جزء من التمرين بتاعي في امريكا اسمها هوسبيتال فور سبيشال سيرجري، دي تسال اي حد عنها في مصر ما يعرفهاش. انما لما تروح امريكا، بتروح نيويورك، دي مستشفى نمره واحد في جراحه العظام، دي مستشفى فيها 180 جراح عظام كلهم بيعملوا عظام فقط. في 12 واحد قسم بيعمل جراحة القدم والكاحل بس، ما بيطلعش فوق الساق. واحد تاني جراحة ركب بس، ولو بيعمل ركب بيعمل مناظير بس. هو تخصص صليبي. تخصص الركب غير تخصص الكعب غير تخصص السمانة. طبعا ده حتى في الركبة زي ما بقول لك، في واحد بيعمل مناظير بس اللي هو بيعمل سبورتس ميديسن، ده يخش يعمل مناظير رباط صليبي، يشيل غضروف مقطوع، غير الدكتور اللي بيخش يعمل عملية تغيير المفصل. التخصص بقى فظيع، لان اهم حاجه لما العيان بيجي لك بره في امريكا يسالك سؤال، عاوز اعرف انت كويس ولا لا، يقول لك انت بتعمل كام واحده من دول كل سنه؟ لو انت بتعمل كل حاجه هتقول مثلا بقى لي مثلا 10 20 مفصل، لو دي الحاجه الوحيده اللي بتعملها هتكون بتعمل لك 100 150، فهو يطمن اكتر. كل ما تم حاجه اكتر، كل ما انت كل مره بتعملها احسن واحسن واحسن، وهو ده سبب نجاح الدكاتره اللي هم السب سبيشاليز، بيعمل حاجه واحده بس. امشي معايا بقى في الحاجات البلدي بتاعتنا اللي كل الناس مستنيه ان هي تسمعها مننا. ابتدينا نسمع مؤخرا ان في قطع غيار كتير للشغلانه دي. يعني يقول لك اغير لك ركبه بركبه، اركب لك مفصل، 10 مسامير، وبعدين احيانا يقول اسيبهم، احيانا نسمع ان هم بيدوبوا، احيانا لازم عمليه ثانيه تشيلهم. بالنسبه لتغيير المفاصل مثلا، دي المعروفه جدا، تغيير المفاصل دي من السبعينات بالنسبه لمفصل ركبه، ويمكن قبل كده شويه ب 10 يمكن كان مفصل الفخذ. دول اكتر مفصلين في جراحه العظام
بيتغيروا النهارده في كل العالم، دول اكتر مفصلين بيتغيروا بيعيشوا فترات طويله، يعني مفصل ركبه لغايه 20 25 سنه لو العمليه معموله صح. مثلا من المفاصل الجديده اللي هو مفصل الانكل، مفصل الكاحل، ده بقى لهم بيغيروه من الثمانينات، انما اتطور كذا 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 مره، وصلنا دلوقتي للجيل الرابع، ودلوقتي عشان وصلنا للجيل الرابع يتحسن جدا نقدر نحطه في 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 مرضى اصغر شويه في السن، في سن الخمسين، وبيعيش فترات طويله. طبعا هو مش زي المفصل ربنا خلقه لك، مفيش اي حاجه زي مفصل ربنا خلقه لك، بس الغرض ان انا ارجع لك الحركه بتاعتك واقلل لك الوجع، وبينجحوا في الموضوع ده. بالنسبه لقطع غيار تانية، في قطع غيار طول الوقت، يعني لو هنتكلم مثلا على الحاجات الجديده، لو حد عنده ثقب في الغضاريف، الغضاريف دي هي غلاف لنهايه العظام، لان العظام دي عظمتين، المفصل عظمتين بيتحركوا على بعض، لازم ربنا خلق النهايه بتاعت العظام دي عليها طبقه من الغضاريف، ودي نعمه جدا، نعومتها زي نعومه ثلج على الازاز. لما بيحصل اصابه بيحصل زي ثقب صغير، في الاول بيبقى صغير وبسيط ما تاخدش بالك منه، واحده واحده يقعد يكبر يكبر يكبر، تسمع عنده خشونه وبعد كده عنده ضمور في الغضاريف. الحاجات دي لو لقطناها بدري بنقدر نخش بالمنظار، ليها كذا طريقه للعمليات. الطريقه اللي احنا بنستخدمها مثلا ان احنا بنخش جوه بنشيل الغضاريف اللي بايظه بالمنظار، وبعد كده بنجيب ماده جديده اسمها بايو كارتج، بيصنعوها بره. دي ما هي الا بياخدوا غضاريف من ناس ماتوا وبيعقموها طبعا، وبياخدوا منها جزء منها اسمه اكسترا سيلولر ماتريكس، اللي هو الجزء مش الخلايا نفسها انما الشبكه اللي بتعيش فيها الخلايا، بتبقى بتيجي على شكل بودره كده، وبناخدها وبنعملها زي معجون. ان احنا برضو بناخد من المريض نفسه خلايا جزيئيه من النخاع العظمي بتاعه، بنعمل بيها زي معجون وبنغطي بيها زي ما يكون عندك خرم في الارض وبتغطيه باسمنت، على الهدف اللي عاوزين نوصل له ان احنا عاوزين نغطي العظم، لان العظم هو اللي فيه الوجع. اي مفصل عندك مش بيوجعك، لان الغضاريف اللي انا اتكلمت عليها دي اللي هي بتغطي نهايه العظام دي ما فيهاش اعصاب، فانت ما بتمشي ما بتسمعش اي صوت نعمه وما بتحسش باي وجع. العظم اللي تحتيها هو اللي فيه اعصاب، وهو ده لما بيتعرى لان حصل ثقب هو ده اللي بيحصل فيه وجع. فكل اللي احنا عاوزين نعمله احنا نغطي المنطقه دي. فمثلا الباي كارت اللي جنب الحاجات الجديده، وكنا لسه في المؤتمر في بوسطن بتاع دكاتره الفوتن انكل، كنا لسه مقدمين الاوتكمز بتاعتنا، النتائج بتاعتنا على 135 عيان لمده سنتين، لسه قدامنا، لسه لازم عاوزين نقدم كمان 5 سنين كمان 10 سنين هيبقوا عاملين ازاي. بس هي عمليه ناجحه لما كل ما يبقى الثقب اصغر، كل ما يكبر بيبقى بنحتاج له حاجات اكتر، لغايه لما يحصل ضمور شامل في الغضاريف، وقتها بنضطر نعمل عمليه تغيير مفصل كاملا. خدني بقى في الحاجات الاصابات بتاعتنا. تمام. الرباط الصليبي. تمام. ده بقى يعني بقت لغه الانفلونزا عندنا في الملاعب. تمام. وبقى خلاص يعني حفظناه. 6 عملية 6 شهور، بعد كده يبتدي يشتغل، بعد كده يبتدي يقوي، بعد كده يبتدي يرجع. وعلى حسبنا احنا مش بتوع طب، يعني يقول لك ان كل ما تطول وكل ما تدي وقتك وبتاع، وانك تعمل علاج طبيعي بشكل جيد وتاخد وقتك تعيش فتره اطول. مظبوط. بالنسبه للرباط الصليبي، وانا جبت معايا مثال صغير لمفصل الركبه علشان عاوز الناس تعرف، لان لاحظت هنا العينين يقول لك انا عندي، قال لي الغضروف مقطوع. طيب ابص على الرنين المغزيه، الغضروف مقطوع، انت قصدك الغضاريف عندك فيها تاكل؟ يقول لي ما اعرفش. فقلت اجيب معايا يعني مثل صغير عشان المشاهدين يبقى عندهم وعي اكتر بايه اللي بيحصل. ده مفصل الركبه، ده رجلك اليمين لو انت باص عليها من قدام. الغضاريف الناعمه اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه هي اللي بالازرق دي. في المثل ده هم عاملين الاحمر ده مكان لو حصل فيه ضمور بيبان العظم اللي تحتيه، هو ده اللي بيوجع. بالنسبه للرباط الصليبي، هو ده الرباط الداخلي اللي هنا ده ماسك فيه اللي بنسميه الغضروف الهلالي. الغضروف الهلالي ده بيبقى ما بين العظمتين دول، بيعمل زي وساده هوائيه زياده. وبعد كده عندك برضو بيسمع عنها الرباط الداخلي والرباط الخارجي. الرباط الصليبي ده اهميته ان هو بيمنع ان عظمة الساق تتحرك لقدام على عظمة الفخذ. وممكن ناس تقول لا دي مش حاجة كبيرة، لا بالنسبة للمفصل، اي مفصل مخلوق ان العظمتين يتحركوا على بعض بطريقة معينة، لو اتحركوا غلط هيبتدي يحصل تآكل وضمور في الغضروف الهلالي وفي الغضاريف اللي هي بتحمي العظم. فالرباط الصليبي طبعا لما بيقطع، وده بيحصل في لعيبه الكوره طول الوقت، لانه وقع او حد خبطه من الجنب ولوى رجله،
اول حاجه بنعملها لازم نكشف عليه كلينيكيا وبنتاكد نقدر نقارن بالناحيه السليمه بنعرف عنده رباط صليبي. بعد كده الحته دي فيها مشكله. عندنا عدد اكتر من حاله في الملاعب حصل كشف اصابه، دخل الدكتور تعامل معاه، نزل الولد تاني لعب فتره وقت يعني مده ما قدرش يكمل، طلع صليبي. مظبوط. فما بنسال لما سالنا الطبيب يعني هل ده كسور طبيب ولا لا؟ قال لي لا، احنا بنعتمد هنا على تشخيص اللاعب، واحيانا اللاعب بيكون دايس على نفسه لا عايز اكمل، مش عايز اقول ان انا مصاب، فما اقدرش اشخص بشكل كبير. هل انت بتعتمد فقط على تعبير اللاعب او يعني كلام اللاعب، ولا بتبقى مثلا في رؤيه؟ لان قالوا برضو الركبه ما تلحقش ان هي تورم في فتره قصيره. هرد عليك في الدباب. اول رد هقوله ان فعلا اللي انت بتقوله ده بالنسبه للعيب يطلع يقول انا ممكن العب تاني، ده حقيقي. ده بالنسبه لرباط صليبي، انا كنت بلعب راجبي وانا في الجامعه وقطعت رباط صليبي بتاعي، وفعلا كنت حاسس ان استنى انا ممكن انزل العب شويه، فعلا الوجع مش جامد زي ما متخيل. انما تيجي تحاول تيجي تقول لا انا حاسس ان في عدم ثبات. لما اجي اشخص ببص على كل حاجه، نمره واحد المفروض انا ببقى قاعد في الدكتور بتاع الفريق قاعد، هو شايف اللعيب وقع ازاي، وحتى دلوقتي يبقى عندك التسجيل يرجعه تاني يشوف اتضرب ازاي، ده اسمه الميكانيزم بتاع الخبطه. ده مع انت بتكشف عليه في عندنا حركات معينه بنعملها وبنقارن من ناحيه سليمه يقدر يساعد لي، بشوف في تورم، شفت العيان شفت اللاعب وقع ازاي، كشفت عليه. بعد كده بيبقى انا كطبيب متمرن بقول لا انا عندي شاك بنسبه 90% ان هو قطع رباط صليبي، اقول لا وقف اللعب دلوقتي خالص، هناخدك هنعمل لك رنين مغناطيسي عشان ناكد على الموضوع ده. بس دايما يقول الرنين المغناطيسي لازم تعمله بعد 24 ساعه، استنى شويه. هي مش كده، الرباط الصليبي لو مقطوع هيبان لك على طول. موضوع ال 24 ساعه وساعات مش بس 24 ساعه، يقول لك 3 اشهر 4 اشهر، ده لو انت عاوز تشوف في ضمور في الغضاريف ولا لا. اسيبه 3 شهور عشان يعمل رنين؟ انا بعمل رنين الاول ببص على الرباط الصليبي، ده بيبان سواء يعني لو عملته على طول بعديها هيبان، مش مشكله، لان دي حاجه بنشوفها يا مقطوعه يا مش مقطوعه، او لو فيها تهتك جزئي. ده سؤال كويس جدا. دول الحاجه الثانيه اللي بنخاف عليها غير الرباط الصليبي هو الغضاريف الزرقاء اللي انا وريتها لكم دي، هي دي اللي لما بيحصل فيها اصابه ومش بعالجها بدري بتقعد تكبر تكبر تكبر، وبعد كده مش بقدر اصلحها. الغضاريف دي زي ما هي هايله ومهمه، لسبب ما ربنا خلقها انها لا تتجدد. طب دايما يعني يقولوا القطع في الرباط والغضروف، يعني محمد محمود لاعب الاهلي الاخير ده رباط وغضروف الاثنين بيتقطعوا مع بعض. مظبوط. الغضروف الهلالي اتقطع، لان لما هو بيقع زي ما يكون بيطحن، بيبقى فلما يطحن دي حركه المفروض الركبه مش 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 بتستحملها، فبيقوم قاطع الرباط الصليبي، وبعد كده باقي عمليه الطحن بتؤدي لقطع في الغضروف الهلالي اللي هو ده، في غضروف خارجي وداخلي، واحد منهم بيتقطع. غالبا بيبقى الداخلي، الداخلي بيتقطع 3 مرات قد الخارجي. ده علشان الاناتومي بتاع الركبه شكلها كده، في ضغط اكتر على الناحيه الداخليه. برضو الغضروف الهلالي ده مش مشكله قد الغضروف اللي هو بيغطي نهايه العظم اللي انا بقولهولك بالازرق ده. غضروف الهلالي ده لو اتقطع، ده اللي هو لما يجي لك عيان يقول لك انا وانا ماشي ركبتي بتعلق عليا، ركبتي بتفوت عليا، يجي اللاعب يقول لك انا مش قادر افد ركبتي لغايه الاخر، ده معناها ان الغضروف اتقطع، فهو زانق في ركبه. على حسب في ركبه دي لعبه فيها احتكاك عالي، ده ما كانش فيه احتكاك، ده انا كنت بس ماشي بالكوره واحد زقني في لحظه انا بس كنت واقف فيها على رجل واحده، رجلي عملت تكه صغيره وحسيت، وهو اللاعب ممكن يقول لك انا حسيت بتكه صغيره وده كان الرباط راح، ورحت قعدت بره 5 دقايق قلت انا ممكن العب تاني، جيت احاول اجري قلت لا انا حاسس ان في عدم ثبات، وفعلا رحت لابويا في العياده وكشف عليا وقال لي عندك رباط صليبي. الوقت امتى المفروض اللي هو المانيوال بيقول امتى لو انت عندك رباط صليبي ترجع الملاعب تاني؟ حضرتك ده بيعتمد على كذا شق. نمره واحد اللياقه البدنيه للمريض. احنا بعد ما بنركب الرباط الصليبي لازم فتره ان نخلي الرباط ده يلتئم. في نوعين من احنا بناخد جرافت، بناخد حته تانية من جزء من المريض عشان نعوض بيه رباط صليبي. الرباط الصليبي ده مش نقدر نخيطه على بعضه تاني، لا لازم بناخد منه جزء، يا من العضله الاماميه اللي هو بيسموها الباتيلر تندن، اللي هي التندن اللي ماسك فيه الصليب الصابونه، او بناخدها من وتر تاني من 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 عضلتين خلفيين. المهم يعني لما بنستخدمهم احنا بنحطهم بنحفر زي قناه في عظمه الفخذ وقناه في عظمه الساق، وبنحطها جوه وبنقفل عليهم بمسمار.
المسمار ده بعد فتره بيدوب، انما هم المسمار ده بيدوب بعد حوالي 6 اشهر، انما الهدف ان العظم بتاع المريض يلتئم مع الرباط الجديد اللي انا حطيته. ده بياخد 3 اشهر عقبال ما يلتئم فعلا قوي جدا، لغايه 6 اشهر. احنا بعد هل عمليه الرباط الصليبي دي بيرجع اللاعب كما كان؟ لو اللاعب ما حصلوش ما حصلوش اي ثقب في الغضروف الغضاريف اللي هي بتغلف نهايه العظام، و العلاج الطبيعي بتاعه ابتدى في ميعاده المظبوط وداسوا عليه، وهو اللعيب كان عاوز يرجع ونشط في الـ في الـ في الـ في علاج الطبيعي، طبعا يرجع. طيب. يرجع ويلعب هيبقى كويس. هسألك سؤال بس تفكر فيه، يعني عقبال ما نروح هوا للمعسكر المنتخب وانت معانا كده ونشوف الاخبار هناك ايه، ليه دايما يقول لك اللعيبه الاجانب كريستيانو ميسي محمد ما شاء الله ما شاء الله، يعني عايز ابعد صلاح عن الحديث ده، اي لاعب بره يقول لك ان هو متاسس صح يقع يقوم في ثانيه، قلما ما تسمع عن اصابه، قلما ما تسمع عن صليب، دي ليها علاقه بالاصابه ان هو متاسس صح، ان هو عنده عضلات تقدر تشيله فممكن تقلل من اصابته، وموضوع تحليل الاكل، يعني احنا هنا المنتخب الوطني عملنا تحليلات قالوا ان التحليل ده بيفيد بشكل كبير جدا في اكل معين يعمل اصابه واكل ما يعملش اصابه، بس نروح وانت معايا المنتخب الوطني زميلنا محمد طه على الهواء مباشره من داخل معسكر المنتخب. محمد مساء الخير. يعني صباح الخير بقى كابتن سيف، برحب بحضرتك طبعا وبرحب بضيفك وبكل مشاهدينا متابعي تايم سبورتس في كل مكان. صباح الخير يا محمد، وطمني الجديد عندك. يعني خلينا كابتن سيف نبدا الاول من معسكر برج العرب واللي استمر 11 يوم طبعا، وكانت نتيجته ايجابيه بعد مباراتين الوديتين اللي خاضهم المنتخب المصري امام تنزانيا وامام غينيا. يمكن ليست النتيجه ايجابيه فقط في المباراه، وكان ايجابيه طبعا في كل شيء من داخل معسكر منتخب مصر، واللي استفاد منه بشكل كبير المنتخب واللي اشاد به مستر اجيري مدير الفني لمنتخب مصر بعد انقضاء هذا المعسكر. يمكن النهارده المعسكر المنتخب مصر انتهى، وفي الصباح خاض المنتخب المصري اخر مران ليه في برج العرب صباحا، وبعدها التقت المنتخب المصري طبعا الصوره الرسميه لامم افريقيا، بعدها عاد المنتخب لفندق الاقامه ويتناول وجبه الغداء، وبعد كده انتقل اللاعبين من برج العرب الى القاهره. يمكن مش كل اللاعبين جم في الباص الخاص بمنتخب مصر، وصل بس 4 لاعبين، محمد صلاح والنني وتريزيجيه واحمد المحمدي، وباقي اللاعبين غادروا بسياراتهم الخاصه من معسكر المنتخب من برج العرب الى القاهره، لانهم طبعا حصلوا على راحه لمده 6 ساعات او 7 ساعات من مغادرتهم في برج العرب، والراحه دي كانت عشان اللاعبين يطمنوا على اسرهم وبعدين ينضموا لفندق الاقامه هنا في القاهره اللي هيكون الفندق الاساسي والمستمر حتى نهايه البطوله ان شاء الله. اللاعبين يمكن بداوا في اللحظات اللي بكلم حضرتك فيها دي بداوا يتوافدوا واحد ورا الثاني، يمكن اخر 2 انضموا للمعسكر في اللحظات اللي بكلم حضرتك فيها هو عبد الله السعيد وطارق حامد. الامور هنا بتسير على ما يرام، يمكن هدوء تام وانضباط تام جدا. اللحظات الفعليه للبطوله او المعسكر الحقيقي فعلا للبطوله نقدر نقول بدا بالفعل منذ لحظات مع قدوم كل اللاعبين هنا في معسكر المنتخب. مفروض ان المعسكر ان شاء الله بكره هيبتدي التمرين الرئيسي على ملعب الكليه الحربيه، هيكون فيه 2 مران، مران صباحي ومران مسائي، حتى طبعا الاستعداد لاولى المباريات مباراه زيمبابوي واللي هتكون ان شاء الله بدايه الخطوه نحو اللقب ورفع الكاس ان شاء الله. محمد عايزك تطمني على فندق الإقامة، هل الأمور ماشية الترتيب ماشي بشكل هادئ؟ يعني في عزلة تامة للمنتخب الوطني ولاعبته، الأمور هادية داخل المعسكر؟ يمكن الامور كابتن سيف هاديه تماما، يمكن منذ قدوم المنتخب بعد قدومه من معسكر برج العرب والباشمهندس ايهاب ليطه بصراحه، يعني بعد ما قام بعمليه التسكين ومراجعه كل شيء بنفسه، الامور هنا بتسير يعني بهدوء تام جدا وبنظام، يعني بصراحه نحيي فعلا جهاز المنتخب الاداري على اللي احنا بنشوفه هنا في معسكر المنتخب. يمكن اداره الفندق متعاونه جدا مع الجهاز الاداري لمنتخب مصر، وفي تعليمات صارمه جدا بان منتخب مصر هنا في نظام معين في التعامل في النزول لمكان الفطار والغداء والعشاء والتعامل مع الجست الخارجي اللي موجود داخل الاوتيل، وبالتالي في نظام وبينفذ بحذافيره وكل شيء هنا هادي جدا وفي نظام جدا يعني رائع. يمكن انا بشوفه هنا بصراحه ده جزء من الاحترافيه اللي بشكر طبعا لها تاني مره الجهاز الاداري، واللي هتؤدي ان شاء الله لان المنتخب يعني يوصل للمرحله اللي هو عايزها من تركيز وهدوء بدايه من المعسكر، وان شاء
شاء الله يضاف ليها الميران، وان شاء الله كل الجماهير تلتف حوالين منتخب مصر، وان شاء الله يعني بداية بعد زيمبابوي الى الكأس ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد طه من داخل معسكر المنتخب الوطني. بشكرك يا محمد ومستمرين معاك ان شاء الله باذن الله دايما في التغطيه. سؤالين مهمين، ليه اللعيبه الكبار اصاباتهم قليله، وموضوع الاكل وتحليل الاكل ده فعلا بيفرق في الاصابه؟ نمره واحد بالنسبه اللي كنت بتقول لي اصاباتهم اقل وهكذا، اللعيبه بره من اهم الحاجات ان هو اللياقه البدنيه طبعا، لما انت بتقوي كل عضلاتك يعني مفصل الركبه ده في اربطه ماسكاه، انما اهم حاجه ماسكاه في مكانه هي العضلات اللي حواليه، مفصل الكاحل نفس الموضوع، مفصل الكتف نفس الموضوع، لازم يبقى العضلات اللي حواليها كلها مش عضلات معينه يقول لك بس العضله الخلفيه او الاماميه، لا كل العضلات اللي حوالين اي مفصل جامده تشيل. غير كده كمان مش بس حجم مش بس الحجم بتاع العضله، طول لا ايه الطول، لا ما ممكن الطول، انا مش انا مش فاهم زي ما نقول لك عضلتك قصيره طول العضله كده، في حاجه اهم من كده كمان اللي بتادي لثبات المفصل. انت المفصل بتاعك لو انت دلوقتي غمضت عينك وانا تنيت ركبتك انت هتبقى عارف انها تنيتها، ده ليه؟ لان في اعصاب في الاربطه اللي حوالين المفصل بتاع اي مفصل، ودي اللي بتقول مخك انا ركبتي دلوقتي متنيه، ركبتي مفروده. طول ما انت واقف وانت مش واخد بالك وانا طلبتك تقف على رجل واحده، انت ازاي بتقف على رجل واحده في منتهى الثبات؟ لان في اعصاب اللي هي بتحس بتشعر تقول لك انا دلوقتي بتلوي يمين يبقى اخلي العضله الداخليه تشتغل عشان ترجعني مكاني وهكذا. فبنحط اللعيبه على 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 بالانس بورد، بورد كده في ايوه دي لما بيجي يعملوا التاهيل بشوفه في التاهيل وغير التاهيل وغير التاهيل صح، علشان اخلي العضلات بتاعته قويه قويه وبتضرب مع بعض في 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 تناسق تام. لو انا طلبت من شخص عنده 50 60 سنه اقف على رجل واحده هتلاقي واقف بس يروح يمين ويروح شمال هكذا. تجيب لعيب زي محمد صلاح مش ما شاء الله عليه تقول له اقف على رجل واحده هتلاقيه واقف زي الحجره. ليه؟ لانه متمرن صح. في البروبريسبشن بتاعه اللي بالانجليزي بيسموه الحس بالمفصل بتاعه فين، علشان ودي ما بتوصلش لغايه المخ، دي بتوصل بس لغايه سلسله الظهر. يقول لك انا بتلوي يمين يقوم على طول مشغل عضله اللي في الناحيه الثانيه عشان ترجعه في ثباته. دي احدى الحاجات المهمه جدا اللي بيمرنوا عليها اللعيبه. حاجه الثانيه يقول اللعيب ازاي يقع، لما اللعيب يبقى شايف نفسه داخل في تاكل معين عارف هو متمر عارف هو اللعيب المفروض يتعلم ازاي يقع. طبعا ده مهم جدا. شوف واحد زي كريستيانو ولا ميسي ولا محمد صلاح لما يخش عليه حد بطريقه بزاويه معينه هو عارف ان دي لو عافر فيها هيقع غلط او هيبقى واقف لفتره ثانيتين او ثلاثه على ركبه واحده، وده بيبقى في موقف خطوره فتلاقيه يقع. لما من زمان نقول لعيبه لما تحس نفسك انك هتقع وانك في موقف ضعف واقف على رجل واحده تقع، اقع بس اعمل نفسك زي الكوره، اتني ركبك واتني مفاصلك كلها تتكور زي الكوره. لما المفصل بيبقى متني بيبقى المفصل ستيبل. طب انا أكثر. عشان انا وقتي بيجري، موضوع الاكل فعلا ده مظبوط؟ موضوع الاكل بالنسبه ان لما صالح رباط صليبي في واحد اللي مظبط اكله احسن من واحد تاني، لا 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 مش قصدي كده، لا في تحاليل دلوقتي بتتعمل عشان كل لعيب يعرف ياكل ايه يقلل من اصابته. لا مش هتقلل من اصابته، هي 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 هتخليه لائق بدنيا اكتر، بس مش شرط انها تقلل من اصابته، لان لو واحد دخل عليك تاكل جامد اللي انت بتاكله مش هيفرق معاه. يعني ده ملوش علاقه. لا ملوش علاقه. اهم حاجه في اللعيبه بالنسبه لنا احنا بالنسبه للعظام ان احنا عايزين نتاكد ان الكالسيوم بتاعه كويس، فيتامين د بتاعه كويس. في امريكا مثلا اللعيبه اللي بيلعبوا ايس هوكي دول بيلعبوا في الشتاء وكله جوه وما بيطلعوش اي شمس، تلاقي لعيب قد كده كبير وتلاقي عنده فيتامين د قليل، ليه يتخبط خبطه لو طفل عنده هنا 10 سنين اتخبط خبطه دي هيلحم خلال اسبوعين ثلاثه وده يقعد 3 4 اشهر. سؤال اخير، ليه الريكفري كله في العالم بقى بالسائع؟ يعني ليه حتى دلوقتي كل لعيبه العالم بتلبس الاجهزه الساقعه، حتى مش زي زمان ينزل في تلج، لا يحط الاجهزه الساقعه 12 دقيقه خلاص عمل الريكفري بتاعه. ده مظبوط. لا وكمان بينزلوا في التلج كمان. ليه ما عادش فيه سخن بقى؟ ليه؟ لان الالتهابات لما مثلا المفصل بتاعك لما بتخبطه ايه اللي بيحصل؟ لما بتخبط جسمك بيورم الالتهاب ده بقى في مواد كيماويه فيه هي اللي بتؤدي لضمور اربطه، بتؤدي لضمور غضاريف، انا عاوز امنعها. احدى السبل ان انا امنعها ان انا التتليج، السقوعيه بتؤدي لان الاوعيه الدمويه تنقبض، ولما تنقبض يقلل ان هو يعمل سويلنج اللي هو يعمل تورم وكل المواد الكيميائيه دي تروح جوه. يعني ما عادش في سخن خلاص. لا مش قوي، ساعة اكتر. ساعة اكتر. ده حقيقي. شرفتني يا دكتور. شكرا. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يعني تخلص رحلتك بره، تعمل كل الفلوس اللي انت عايزها، تعمل فلوس كتير قوي. وتيجي بقى مصر هنا تخدم الناس، هتعمل فلوس كتير برضه.
طبعا ما تقلقش بس هتفيد الناس بشكل كبير ان شاء الله. بنبقى الحقيقه سعداء اما نشوف حد يعني مثقف وعنده تطور بره ويجي هنا ويبقى اسم كبير بره بتفرق معانا بشكل كبير. يعني عندنا فخر كبير جدا دكتور مجدي يعقوب ما شاء الله اللي هو عامله في عالم العظام برضو. يعني ان شاء الله باذن الله تكون موجود في يوم من الايام والدنيا تكون عالم العظام ده طرف حضرتك، عالم القلب طرف دكتور مجدي يعقوب. طبعا لان جوه في الكنترول كلهم قالوا لي القلب القلب. انا عارف والله انا مش عارف في الطب غير دكتور مجدي يعقوب بتاع قلب بس. شرفتني. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا على صفوتك ليا النهارده. شكرا. وجود لك ان شاء الله في اللي جاي. شكرا. خلصنا فقره الحقيقه فقره مهمه جدا، الاصابات والعلم مهم جدا، التطور ازاي نعرف احنا رايحين منين، طالما بنتطور في كل حاجه، طالما النهارده استقبالنا لكاس الامم الافريقيه خلانا في حته ثانيه ان شاء الله باذن الله كمان في يوم من الايام في الاصابات وفي التطوير تبقى مصر كمان في منطقه اخرى. نتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى عندنا كادر واثنين وثلاثه. فاصل وبعد الفاصل اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي المعار حاليا الى نادي الجونه وحديث فني اخر بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. اكرم توفيق واحد من نجوم الدور الثاني للدوري الممتاز مع الجونه المعار من النادي الاهلي. اكرم مساء الخير. مساء النور يا كابتن. عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي. العائله منتشره في انديه مصر. الحمد لله. يعني قلما ما تلاقي لاعب اهلي واخوه زمالك. نصيب بقى يا كابتن نعمل ايه؟ بتحلوا مع بعض ازاي؟ عادي يا اخي. يعني ماتش اهلي وزمالك الوضع بيبقى عامل ازاي؟ تحطوا على بعض ولا الدنيا بتبقى خفيفه كده؟ لا اكيد بنبقى خايفين على بعض شويه بس كل واحد عايز التاني يكسب يعني. انت لعبت كتير قدام احمد؟ لا هي مره واحده تقريبا. مره واحده؟ بس ما كانش اهلي وزمالك، كان اهلي وانبي. لا مرتين اهلي وانبي. لكن مش اهلي وزمالك. والاتحاد والجونه. مش اهلي وزمالك ده. مش اهلي وزمالك؟ لا لا. طب القصه بتبقى ايه وانت نازل يعني؟ قابلتوا بعض في كوره ولا الدنيا بعيد؟ لا هو تقريبا كنت بلعب انا بعيد عنه يعني ما كناش بنحتك مع بعض كتير. كانش في حته. طب لو في احتكاك في نفذت ملعب ما بين الاخوات ولا ما فيش؟ لا 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 ما اقدرش ارد عليه عامه يعني بسيبه وامشي. مفيش كلام يعني؟ لا لا لا. وهو ممكن يعملها معاك ولا لا بيبقى بيراعي؟ لا 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 اخوه صغير بقى ما ينفعش يعمل مع حاجه زي كده. مفيش الكلام ده؟ لا لا لا. والفرده الكبيره كمان بتبقى قاعده في البيت كبير. ابو عزيز؟ لا انا عارف ان في واحد غير ابو عزيز كمان هو يعني حاتم. هو اللي مسيطر معاكم. حاتم هو محمد وبعدين وفي واحد عايش مع عزيز. احمد كان في الاتحاد؟ ايه؟ في واحد كان عايش قاعد مع احمد هناك في اسكندريه؟ محمد. محمد قاعد معاه؟ قاعد معاه. طموحك في اللي جاي؟ ان شاء الله ارجع النادي تاني واحترف ومنتخب مصر الاول ان شاء الله. الطموح ان شاء الله باذن الله يعني. طموحك وحاجه مع نادي الجونه يعني ان شاء الله. اكيد يعني كنت انا دايما في حديثي مع احمد ويعني ما تشرفش طبعا انا كنت اتكلم معاك ولكن كان دايما بيتكلم ان هو دايما ياخد راي الوالد رحمه الله يعني وان الوالد كان يعني رايه مهم بالنسبه لكم. طبعا يعني عامة احنا كلنا لما بنيجي نعمل اي حاجة بنشر في الاول وفي الاخر بابانا الله يرحمه وان هو بيقول لنا على حاجات احنا ما بنبقاش عارفينها يعني ف الله يرحمه. دلوقتي بتشور مين؟ دلوقتي بتشور مين؟ محمد اخويا الكبير. هو الكبير كلامه راكب يعني؟ نفس كلام ابويا يعني. استشرت مين لما رحت من الاهلي للجونه؟ محمد. محمد؟ هو محمد كان والدي برضه لما كان موجود. والدك؟ لكن دلوقتي يعني بعد ما والدك رحمه الله يعني محمد هو اللي مسيطر. والخطوه الجايه الاهلي ولا الجونه؟ لا هو الخطوه اللي عندي دلوقتي الجونه. معرفش بقى لسه. هو فاضل ماتش واحد بس. فاضل ماتش واحد بس. ماتش قرار ان انتوا ما تشاركوش قدام الاهلي ريحكوا؟ ايه؟ قرار ان انتوا ما تشاركوش قدام الاهلي. لا هو في الاول وفي الاخر ده نادينا بس دي كوره وده احترافيه يعني. يعني انت كلاعب تفضل ان ده يكون قرار موجود في بندك ان انت ما تشاركش قدام النادي الاهلي ولا لا ما تفضلش تفضل تلعب؟ لا هو يعني انا افضل العب. يعني في الاول وفي الاخر ده ناديه وبحترمه وهم عارفين الكلام ده، جمهور النادي الاهلي عارفه الكلام ده. بس ده برضو احترافية يعني ما فيهاش حاجة ان انا العب قدام النادي السابق بتاعي عشان مش عشان عايزه يخسر او حاجة، عشان اقول للناس كلها ان انا مشيت وانا ما خدتش فرصتي.
مش زي اي حد يعني. بس ليه دايما اكرم الناس مستنيه منك اكتر من كده بكتير؟ يعني لما رحت الاهلي الناس دايما كانوا بيقولوا في حسام عاشور وبعده اكرم توفيق، في حسام عاشور وبعده اكرم توفيق، نص الملعب جبنا اكرم توفيق. ومع هذا بعض الناس صرحوا قالوا ان انت ما حققتش طموحاتك او ما حققتش اللي انت كنت بتحلم بيه. هل الفرصه ما جاتش؟ هل ما لعبتش؟ ما خدتش؟ ما فيش فرصه يا كابتن. ما خدتش فرصه. ده مش عايز اقول زي اي حد، بس ما خدتش فرصتي اللي انا اثبت فيها ان انا لعيب كويس. او طب ليه ما خدتش فرصتك رغم اختلاف عدد من المدربين؟ ما اعرفش، دي حقيقة ما اعرفهاش. الناس عامة كنت بموت نفسي في الملعب، وفي أي ماتش كنت بنزله ببقى كويس، بس برضه مفيش. تخاف إن أنت ترجع تاني الأهلي ما تاخدش الفرصة برضه؟ لا، هو أنا لو رجعت النادي الأهلي أرجع ألعب، مش هرجع أقعد. لو أنا هقعد لا، يبقى خليني أنا في الإعارة بتاعتي بلعب. بس دي تحددها إزاي؟ دايما لما أتكلم مع أي لاعب يقول لي مش بتاعت حد. يعني النادي يقرر ترجع ولا لا؟ اللعب من عدم اللعب قرار مدير فني. تمام، انا ما اختلفتش عن كده، بس انا لما هرجع انت هتقعدني معاك، وفي كذا حد كذا حد معاك، ف سيبني انا العب عشان خاطر حتى نفسيتي تبقى كويسه، مش هبقى نفسيتي في الارض يعني. بس وانت بتلعب نفسيتك بتبقى كويسه. ما هو يا كابتن اللعيب نفسيه، بغض النظر عن اي حاجه، اللعيب لو نازل نفسيته مرتاحه هيأدي زي ما هو عايز في الملعب. انما لو هو في نفسيته حاجه هو مش كويس، مش هعرف يدي ال 100%. طيب نرجع نتكلم عن المنتخب الاولمبي، المنتخب الاول، طموح اكرم الفتره اللي جايه مع المنتخبات بعد الفاصل. اكيد المنتخب الاولمبي عايزك يعني، او هياخدك باحلامه وطموحاته في حته تانية، واكيد عندك تركيز معاه لان عندك بطوله مهمه جدا جايه ممكن توديك في مكان اخر. والله يا كابتن كل تركيزنا دلوقتي مع منتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي. مبدئيا يعني جهاز محترم جدا، بنركز على كل تفصيله بيقول لنا عليها يعني. وان شاء الله يعني كل واحد راسم لنفسه هدف يعني وحلم انه يوصل له يعني مع المنتخب يعني. شايف ان في المنتخب الاول في وجود اجيري وسياسته بعد كاس الامم الافريقيه عندكم فرصه كويسه؟ طبعا. دلوقتي يعني واخد بتاع 3 أو 4 منتخب الاول يعني، كله بيموت نفسه عشان خاطر المنتخب الاول يعني. عامه المنتخبين مهم ان هم يلعبوا ميه واحده اكرم. والله ده بقى بيختلف يا كابتن على المدرب يعني. بس الكابتن شوقي ومستر اجيري يعني الاثنين مع بعض يعني دايما بيقول له يعني في النادي الاهلي مثلا كنت تحب تبقى مين لعب قبلك؟ هما اتنين بصراحة. تقدرش ما تقولش حسام غالي قطعك. هيموتني لو رحت له. كابتن محمد شوقي وكابتن حسام غالي. كابتن محمد شوقي وحسام غالي. شبه مين فيهم انت؟ شبه مين فيهم؟ ممكن اميل شوية للكابتن محمد شوقي. تميل شوية؟ مش حسام. لا. انت بتلعب شوية بتزيد شوية ولا طارق حامد؟ يعني تميل مثلا حسام عاشور؟ ايوه. ولا تحب تفضل تبقى مثلا مدرسه النني انك بحب العب الاثنين مثلا. الاثنين بس بميل شويه اللي هي رقم 8 اللي بتبقى قدام تزيد. قدام شويه عشان بحب اخد الكره واجري بيها كده. بس انت ما بتلعبش 8 إيه؟ انت بتلعب على الدايره. عادي بلعب. بلعب الاثنين. بتلعب 6 بتهيألي صح؟ بلعب 6 وبلعب 8 الاثنين. انت في الجونه دلوقتي بتلعب ايه؟ بلعب 8. بتلعب 8؟ في الجونه. وفي المنتخب الاولمبي؟ 6. 6. 6 دي برضو يعني فيها كلاسيك وفيها تطور. لا مفيش. مش على التعليمات اللي هو بيقول عليها. التعليمات. طب في الاهلي ما خدت كنت 6 في النادي الاهلي لما خدت كنت 6. لعبت 6. لعبت 6. ومفيش تعليمات برضو بزياده ولا كان في برضو؟ لا ما كنتش بزيد برضو، كنت العب على الدايره. كانت نفسي بتاعت كابتن حسام عاشور. نفسي بتاعت كابتن حسام عاشور. مقتنع انت بيها؟ لا مش مقتنع بيها قوي يعني، بس انا عشان انا بحب العب 8. ف اللي هي بتبقى رقم 6 دي لو مدرب عايزني فيها. انما انا بحب ازيد دايما. هو ده سبب ان انت ما ظهرتش في الاهلي بالشكل اللي انت تحبه يعني؟ انت في امبي مراحل تألقك كلها كنت 8.
كنت بتحرك براحتي. هو عامه المدرب يا كابتن هو اللي بيقول لي اللاعب اعمل اللي انت عايزه. عملت اللي انا عايزه في حدود اللي هي مركزك. بتبان ان انت من احسن الناس في الملعب. لما بتبقى متحجم بحاجه لا لازم الكره تجيلك وتعمل كده بصيها، فالطبيعي انت بتلعب بحساسيه شويه. عندك كام سنه اكرم؟ 22. يا انت لسه صغير قوي. 22 ده لسه مشوار طويل. امال احمد كام؟ احمد 27 تقريبا. 27 تقريبا. انت مش متذكر قوي. لا مش متذكر. علاقه برضه اعتبر اخوك. المشكله دي يعني. لا اخويا طبعا. تفضل الفترة يعني فين جالك منين؟ هل اوروبا الحاجة دول عربية؟ لا ان شاء الله اوروبا باذن الله. ان شاء الله اوروبا، جاي اوريدي. ان شاء الله. طالبينك اعارة ولا بيع نهائي؟ ربنا يسهل بقى. ما هو ربنا هيسهل في كل حاجة. انا مش هنتكلم على الاسم ولا على المكان. لا ربنا يسهل، حضرتك هتعرف. ما ربنا يسهل، انت مش عايز تقول لنا يعني. هل فتحت خطوط اتصال مع النادي الاهلي؟ لا لسه. لسه ما اتكلمتش. بس بتهيألي الامور تمشي بشكل جيد يعني. الاهلي ما اعتقدش ان هو هيمانع يعني. ممكن. من وجهه نظرك لو النادي قال لك انا محتاجك ارجع وخش في الخناقه والمعركه ارجع وانا مستعد. بس بدايه الحديث قلت لي لو مش هلعب مش هرجع. ايوه بس لو هو محتاجني وهو فعلا عايزني خلاص انا ما عنديش مانع. الفتره اللي فاتت ما كانش عايزك الاهلي؟ ده اللي بان قدام الناس. ده اللي بان. لكن احيانا مديرين فنيين يقول لك والله اقعد وبايديك العب. لا ما هي مش بتبقى بايديا. ليه؟ بموت نفسي وببقى كويس ومفيش. ما قبليها قلت لحضرتك ان هي بتبقى لعب. بس رحت مره اتكلمت مع مدير فني قلت له انا بموت نفسي وعايز اخد فرصه. لا ليه؟ رغم ده حقك. ما هو حقي بس هيتقال لي ايه؟ هيقول لك وجهه نظره. اللي هي ايه؟ اللي هي وجهه نظره، انا محتاجك دلوقتي دوس على نفسك، استنى الفرصه، لا مش هديك، انت عندي نمره 2، عندي نمره 3. ما هي بتبقى باينه في عامه في التمرين يا كابتن. بتبقى باينه في الماتشات، لما تبقى انت موت نفسك ومكسر الدنيا في التمرين وتيجي تلعب ماتش تبقى كويس وفي الاخر برضه بتطلع فتبقى باينه قدامك. استريحت وانت ماشي من الاهلي رايح الجونه؟ كانت حالتك النفسيه افضل؟ لا. كنت متضايق؟ انت حيرتني يا اخي. يعني متضايق ان انت ماشي بس مبسوط انك هتلعب؟ متضايق عشان سايب الجمهور وسايب النادي وسايب اللعيبه. وفرحان عشان هرجع العب تاني وارجع اسمي تاني. كانت نفسيتك افضل في الجونه ولا في الاهلي؟ لا في الجونه. في الجونه وانت بتلعب؟ وانا بلعب. انت اهلاوي اصلا؟ اهلاوي. اهلاوي. بس تفرق معاك في عالم الاحتراف ان انت تلعب في نادي اخر غير الاهلي في مصر؟ لا الاهلي. ما تلعبش في نادي تاني؟ نادي جماهيري هنا في. ايوه الاهلي. يعني مش ممكن تلعب في الزمالك؟ لا هتبقى صعبه شويه. هيبقى صعب. واحمد توفيق صعب يلعب في الاهلي. طبعا تبقى صعبه طبعا. هو كابتن الزمالك كان في الايام اللي فات 9 سنين كابتن نادي الزمالك. 9 سنين كتير. بتحلم بايه في اللي جاي مع المنتخب؟ نصعد ان شاء الله وناخد امم افريقيا ونروح كاس العالم ان شاء الله في طوكيو باذن الله. ان شاء الله باذن الله تحقق كل احلامك وطموحاتك. وان شاء الله باذن الله تروح الاولمبياد. يا رب. وان شاء الله باذن الله باذن الله تلعب في النادي اللي انت بتتمناه. يا رب. وفي يوم من الايام تكسر الدنيا بره. انا بحب بره. انا اصلا اهلاوي بشجع الاهلي بس دايما بحب كل لعيب صغير يبقى موجود بره. عايز يبقى عندنا صلاح تاني ونيني تاني وحجازي تاني طبعا. او ان شاء الله باذن الله تبقى موجود وكسر الدنيا مع الاهلي. اتمنى لك كل التوفيق. انت لعيب كبير وان شاء الله باذن الله سنك صغير ولعيب على خلق كويسه واللي جاي ان شاء الله افضل لك. يا رب ربنا يخليك. والبقاء لله طبعا. والنعمه بالله. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. بشكرك. ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده مع واحد من نجوم الدور الثاني للدوري الممتاز مع نادي الجونه المعار من نادي الاهلي اكرم توفيق. اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله المرحله القادمه. فاصل ثم بعد الفاصل حمص نجم مصر والاسماعيلي السابق وحديث خاص جدا. واشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد مع الكابتن احمد شوبير وحلقه جديده. اشوفكم على الف خير.
كابتن محمد حمص بالتاكيد نجم النادي الاسماعيلي السابق ومنتخب مصر والمدرب العام الحالي لنادي القناه، بالتاكيد ليه تجارب كتير وذكريات مع منتخبنا المصري، وقبل ايام من انطلاقه بطوله كاس الامم الافريقيه في ظهور نادر ليه ما شفناهوش بقالنا فتره طويله. كابتن حمص يعني بالتاكيد في البدايه بنرحب بيك وكل سنه وانت طيب يا كابتن حمص، وموفق ان شاء الله في اللي جاي وبطوله مهمه لمصر يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم، وبطوله طبعا مهمه واتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله نحقق البطوله، لان الجيل اللي موجود ده جيل حقق انجازات قويه في اخر اعتقد 28 سنه، وصلنا لكاس العالم ووصلنا للمباراه النهائيه قدام الكاميرون اخر بطوله في بطوله افريقيا، ما حلفناش فيها التوفيق، لكن ان شاء الله انا الجيل قادر ان شاء الله انه يحقق البطوله خاصه على ارضنا ووسط جمهورنا. قبل ما اخش معاك في كواليس منتخب مصر، اكيد يا كابتن الناس حابه تسمعك، ايه تقييمك بشكل عام للمرحله اللي فاتت لبطوله الدوري العام، الاحداث في مصر، يعني المنافسه القويه اللي بنشوفها، تجربتك الجديده التدريبيه داخل مصر، ايه بشكل عام كلمنا. في شك ان يعني الدوري طبعا تاثر طبعا يعني المواعيد والماتشات، وكان في فرق مشاركه في البطوله الافريقيه او البطولات العربيه، وكاس الامم هيتلعب هنا في مصر وكده، فاعتقد كل ده اثر على الدوري ممتاز، لكن بشكل عام كانت في منافسه قويه وما زالت بين كان النادي الاهلي ونادي الزمالك وكان بيراميدز. اعتقد المباراه الاخيره كان فيها نديه قويه جدا، واستمتعنا بمباريات كتير جدا صراحه. يعني بالنسبه لي انا متواجد في نادي القناه، نادي القناه نادي كبير واسم كبير يعني، لكن ليك تجارب متميزه في عمان برضو. الحمد لله، كان في تجربه في عمان سنتين مع كابتن حمزه الجمل، مسكنا نادي ظفار والحمد لله حققنا نتائج كويسه جدا معاهم، ونادي النصر حققنا معاهم بطوله الكاس ودي الاغلى في سلطنه عمان، والحمد لله دي اول تجربه لي انا. احساسك بقى وانت بتبدا اول تجاربك داخل مصر وداخل نادي القناه؟ طبعا يعني خاصه داخل محافظه الاسماعيليه، وانا ابن من ابناء الاسماعيليه وفي نادي كبير زي نادي القناه واسم وكيان ومؤسسه، الطبيعي جدا ان هو يكون موجود في الدوري الممتاز وبينافس كمان، ان واحد شايف ما شاء الله في امكانيات وقدرات هنا ودعم كبير من سياده الفريق مهمه ميش ومجلس الاداره موفرين كل الامكانيات والقدرات اللي انت تكون موجود في الدوري الممتاز، وده حلم ان شاء الله وهيتحقق باذن الله، واحنا جايين نكمل شغل السنه اللي فاتت، الجهاز الفني السابق قدوا ما عليهم لغايه اخر مباراه، ان شاء الله ان احنا نكمل و نحقق حلم الصعود ان شاء الله باذن الله. عايز تقول لجماهير النادي الاسماعيلي او للنادي الاسماعيلي بشكل عام طبعا؟ طبعا انا اتمنى طبعا يعني اكيد كلنا بالنسبه للنادي الاسماعيلي زعلانين على وضعه وكده، وخاصه ان الموسم قبل الماضي الاسماعيلي كان بينافس وموجود وشارك في البطوله الافريقيه، فالموسم دوت موسم كان صعب على النادي الاسماعيلي وعلى جماهير النادي الاسماعيلي، اتمنى من المسؤولين انهم يتداركوا الوضع السابق وكده ويبقى في حلول وحلول سريعه جدا يرجع النادي الاسماعيلي تاني منافس قوي لكل الانديه. كابتن يعني وانا بتكلم مع حضرتك بالتاكيد في نقطه مهمه جدا وهي بطوله كاس الامم الافريقيه، وجهه نظرك الفتره اللي فاتت واختيارات مستر اجيري والمرحله اللي جايه والمنتخبات وقوه المنتخبات، شايف ده ازاي كله؟ شايف احنا نمتلك لعيبه محترفين على مستوى عالي جدا، عندنا لعيبه عالميين اكيد هيصنعوا الفرق مع اللعيبه المحليين، برضو في لعيبه محليين ولعيبه عندهم خبرات، وزي ما قلت لك شيف ذكرت لك ان احنا اخر بطوله كاس امم وصلنا للنهائي، رغم ان ناس كتير كانت من الشعب المصري او من الجماهير ما كانتش متوقعه ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، قدر الجيل ده ان هو يوصل للمباراه النهائيه وقدر الجيل ده ان هو يوصلنا كاس عالم، فاعتقد ان الجيل ده قادر ان شاء الله ان هو يسعد الشعب المصري ان شاء الله. ذكرياتك يا كابتن حمص وبالتاكيد ذكريات كتيره مع منتخبنا المصري سواء في تصفيات او في بطوله كاس عالم للقارات، كلمني عنها طبعا وعن كاس عالم للقارات بالتحديد في 2009. اكيد ما فيش شك يعني كان الجيل بتاعنا قدر ان هو يحقق بطوله 2006 و2008 و2010، ده كان انجاز
واعتقد يعني كان اداء ونتيجه، والشعب المصري استمتع بهذا الجيل، والجيل ده اللي موجود حاليا جه يكمل مسيره الجيل اللي قبليه، واعتقد ان هم اسعدونا كتير، وان شاء الله يقدروا يسعدونا ان شاء الله في كاس الامم ده ان شاء الله، خاصه ان هو على ملعبنا وسط جمهورنا ان شاء الله. في 2009 طبعا في ايطاليا في كاس العالم للقارات ما زال مرتبط بالكابتن حمص، احساسك لما انت بتسجل اسمك في تاريخ الكره المصريه من خلال الفوز على ايطاليا واحرازك لهدف؟ والله وبالنسبه لي الهدف ده اكتر ما اسعدني، ان انت اسعدت الشعب المصري. يعني الطبيعي ان احنا ادينا مباراه البرازيل مباراه ممتعه واداء، ولكن النتيجه خسرنا لكن كان اداء ممتاز جدا، فطبيعي ان انت هتلعب بنفس التشكيل او هيبقى في تغييرات بسيطه، فكان طبيعي يعني انا من جوايا انا مش هبدا يعني او مش هلعب. لكن قبل المباراه بيوم يعني كنا رايحين التمرين اللي هي الخفيفه قبل المباراه على نفس الملعب اللي انا عليه المباراه، وكنت انا وشوقي وحسني وهاني سعيد مش شايف، رحنا عند الجون اللي انا جبت فيه جون، فبقول لهم انا يعني هجيب جون بكره في الجون ده قبل المباراه بيوم يعني. فالحمد لله تاني يوم كان توفيق من عند ربنا وحرصت هدف في المرمى. يعني كابتن بعد الهدف ده كلام كتير جدا طلع على الكابتن حمص ومكافئات وقصه كانت، كلمني برضه يعني قصه الهدف ده وما مردوده الايجابي بالنسبه للكابتن حمص باستثناء المردود. لا 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 هو طبعا طلع اشاعات كتير جدا وحصل خلاف بيني وبين الكابتن حسن على الجائزه او مبلغ مادي يعني وكده، هو موضوع الجائزه بتبقى حاجه رمزيه يعني كده، ما كانش في الكلام ده، هو كانت وجهه نظر فنيه من الكابتن حسن ان احنا مباراة أمريكا يعني شبه إن احنا وصلنا للسيمي فاينال يعني وكده، فكان بيريح بعض اللعيبة عشان خاطر في مباراة بعديها بثلاث أيام بيدي فرصة لعيبة تانية، بس هي كانت وجهة نظر فنية لكن ما فيش الإشاعات اللي طلعت يعني بعد المباراة وكده. اختيارات مستر أجيري من وجهة نظرك شايفها إزاي؟ احنا مش عايزين بقى يعني خلاص البطولة ناقص عليها يعني أقل من أسبوع، ولازم كلنا ندعم منتخب الوطني والجهاز الفني، هي الراجل من وجهه نظره هو شايف دول افضل لعيبه، ممكن من وجهه نظرنا احنا في لعيبه كانت تستحق وتكون متواجده، على سبيل المثال محمد عواد قدم موسم رائع في السعوديه وكان قبل كده في النادي الاسماعيلي، في عبد الله جمعه، دي من وجهه نظرنا احنا، لكن هو من وجهه نظر الراجل ممكن تكون هو ليه وجهه نظر ثانيه، شايف ان اللعيب ده افضل له احسن له، في حاجات يقدر ينفذها له، في لعيب ده مش قادر ينفذها، لكن يجب على الجميع ان هو يلتف حوالين المنتخب ويدعم الجهاز الفني ويدعم اللعيبه عشان نقدر نحقق البطوله ان شاء الله. كلمه منك لجماهير الكره المصريه بشكل عام. اتمنى ان كل الدعم لمنتخب مصر وكلنا كشعب ورا منتخب مصر ان شاء الله عشان يقدروا يسعدونا ان شاء الله باذن الله. اقامه طبعا مجموعه هنا قويه جدا في اسماعيليه، الكاميرون وغينا وبنين وغينيا بيساو، يعني انطباعاتك بقى واكيد منتخبات قويه، وايضا كمتواجد السنغال ونيجيريا في معسكرات داخل محافظه اسماعيليه. اكيد البطوله دي الاقوى، انا يعني اعتقد بالنسبه لي هي الاقوى، منتخبات على مستوى عالي جدا بتضم لعيبه على مستوى عالي محترفين في افضل واحسن الانديه. في منتخبات قوية جدا زي السنغال، الكاميرون، المنتخبات العربية، المغرب، تونس، مصر، فأعتقد إن البطولة دي بطولة يعني إن شاء الله نستمتع بها كلنا. المنتخبات اللي موجودين في إسماعيلية الأربعة بيحملوا الزي أو اللبس الأصفر. طبعا. فأتمنى كل التوفيق للجميع، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر ونحصل على البطولة والشعب المصري كله يفرح إن شاء الله بإذن الله. شكرا شريف لك، أشكرك يا حبيبي، أشكرك يا حبيبي، متشكر جدا. كابتن محمد حمص بالتأكيد نجم النادي الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر والمدرب العام الحالي لنادي القناة، بالتأكيد ليه تجارب كتير وذكريات مع منتخبنا المصري، وقبل أيام من انطلاقة بطولة كأس الأمم الأفريقية في ظهور نادر ليه ما شفناهوش بقالنا فترة طويلة. كابتن حمص يعني بالتأكيد في البداية بنرحب بيك وكل سنة وأنت طيب يا كابتن حمص، وموفق ان شاء الله في اللي جاي وبطوله مهمه لمصر كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم، وبطوله طبعا مهمه، واتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله نحقق البطوله، لان الجيل اللي موجود ده جيل حقق انجازات قويه في اخر اعتقد 28 سنه، وصلنا لكاس العالم ووصلنا للمباراه النهائيه قدام الكاميرون اخر بطوله في بطوله افريقيا، ما حلفناش فيها التوفيق، لكن ان شاء الله انا الجيل قادر ان شاء الله نحقق البطوله خاصه على ارضنا ووسط جمهورنا.
قبل ما اخش معاك في كواليس منتخب مصر، اكيد يا كابتن الناس حابه تسمعك، تقييمك بشكل عام للمرحله اللي فاتت لبطوله الدوري العام، الاحداث في مصر، يعني المنافسه القويه اللي بنشوفها، تجربتك الجديده التدريبيه داخل مصر، بشكل عام كلمنا. في شك ان يعني الدوري طبعا تاثر طبعا، يعني المواعيد والماتشات، وكان في فرق مشاركه في البطوله الافريقيه او البطولات العربيه، وكاس الامم هيتلعب هنا في مصر وكده، فاعتقد كل ده اثر على الدوري الممتاز. لكن بشكل عام كانت في منافسه قويه وما زالت بين كان النادي الاهلي ونادي الزمالك وكان بيرونت. اعتقد المباراه الاخيره كان فيها نديه قويه جدا، واستمتعنا بمباريات كتير جدا صراحه. يعني بالنسبه لي انا متواجد في نادي القناه، نادي القناه نادي كبير واسم كبير يعني، لكن ليك تجارب متميزه في عمان برضو. الحمد لله. كان في تجربه في عمان سنتين مع كابتن حمزه الجمل، مسكنا نادي الظفار والحمد لله حققنا نتائج كويسه جدا معاهم، ونادي النصر حققنا معاهم بطوله الكاس، ودي الاغلى في سلطنه عمان، والحمد لله دي اول تجربه لي انا. احساسك بقى وانت بتبدا اول تجاربك داخل مصر وداخل نادي القناه؟ طبعا يعني خاصه داخل محافظه الاسماعيليه، وانا ابن من ابناء الاسماعيليه، وفي نادي كبير زي نادي القناه واسم وكيان ومؤسسه، الطبيعي جدا ان هو يكون موجود في الدوري الممتاز وبينافس كمان. إن واحد شايف ما شاء الله في إمكانيات وقدرات هنا ودعم كبير من سيادة الفريق مهمة ميش ومجلس الإدارة، موفرين كل الإمكانيات والقدرات اللي انت تكون موجود في الدوري الممتاز، وده حلم ان شاء الله وهيتحقق باذن الله. واحنا جايين نكمل شغل السنه اللي فاتت، الجهاز الفني السابق قدوا ما عليهم لغايه اخر مباراه، ان شاء الله ان احنا نكمل ونحقق الحلم، حلم الصعود ان شاء الله باذن الله. عايز تقول لجماهير النادي الاسماعيلي او للنادي الاسماعيلي بشكل عام بيتك؟ طبعا انا اتمنى طبعا، يعني اكيد كلنا بالنسبه للنادي الاسماعيلي زعلانين على وضعه وكده، وخاصه ان الموسم قبل الماضي الاسماعيلي كان بينافس وموجود وشارك في البطوله الافريقيه، فالموسم دوت موسم كان صعب على النادي الاسماعيلي وعلى جماهير النادي الاسماعيلي. اتمنى من المسؤولين انهم يتداركوا الوضع السابق وكده، ويبقى في حلول وحلول سريعه جدا، يرجع النادي الاسماعيلي تاني منافس قوي لكل الانديه. كابتن يعني وانا بتكلم مع حضرتك بالتاكيد في نقطه مهمه جدا، وهي بطوله كاس الامم الافريقيه، وجهه نظرك الفتره اللي فاتت واختيارات مستر اجيري والمرحله اللي جايه والمنتخبات وقوه المنتخبات، شايف ده ازاي كله؟ شايف احنا نمتلك لعيبه محترفين على مستوى عالي جدا، عندنا لعيبه عالميين اكيد هيصنعوا الفرق مع اللعيبه المحليين، برضو في لعيبه محليين ولعيبه عندهم خبرات، وزي ما قلت لك شيف ذكرت لك ان احنا اخر بطوله كاس امم وصلنا للنهائي، رغم ان ناس كتير كانت من الشعب المصري او من الجماهير ما كانتش متوقعه ان احنا نوصل لمباراه نهائيه، قدر الجيل ده ان هو يوصل لمباراه نهائيه، وقدر الجيل ده ان هو يوصلنا كاس عالم، فاعتقد ان الجيل ده قادر ان شاء الله ان هو يسعد الشعب المصري ان شاء الله. ذكرياتك يا كابتن حمص، وبالتاكيد ذكريات كتيره مع منتخبنا المصري سواء في تصفيات او في بطوله كاس عالم للقارات، كلمني عنها طبعا وعن كاس عالم للقارات بالتحديد في 2009. اكيد ما فيش شك، يعني كان الجيل بتاعنا قدر ان هو يحقق بطوله 2006 و2008 و2010، ده كان انجاز، واعتقد يعني كان اداء ونتيجه، والشعب المصري استمتع بهذا الجيل، والجيل ده اللي موجود حاليا جه يكمل مسيره الجيل اللي قبليه، واعتقد ان هم اسعدونا كتير، وان شاء الله يقدروا يسعدونا ان شاء الله في كاس الامم ده ان شاء الله، خاصه ان هو على ملعبنا وسط جمهورنا ان شاء الله. في 2009 طبعا في ايطاليا في كاس عالم للقارات، ما زال مرتبط بالكابتن حمص، احساسك لما انت بتسجل اسمك في تاريخ الكره المصريه من خلال الفوز على ايطاليا واحرازك لهدف؟ والله هو بالنسبه لي الهدف ده اكتر ما اسعدني، ان انت اسعدت الشعب المصري، يعني الطبيعي ان احنا ادينا مباراه البرازيل مباراه ممتعه واداء، ولكن النتيجه خسرنا لكن كان اداء ممتاز جدا، فطبيعي ان انت هتلعب بنفس التشكيل او هيبقى في تغييرات بسيطه، فكان طبيعي يعني انا من جوايا مش هبدا يعني او مش هلعب، لكن قبل المباراه بيوم يعني كنا رايحين التمرين اللي هي الخفيفه قبل المباراه على نفس الملعب اللي انا عليه المباراه، وكنت انا وشوقي وحسني وهاني سعيد مش فرحنا عند الجون اللي انا جبت فيه جون، فبقول لهم انا يعني هجيب جون بكره في الجون ده قبل المباراه بيوم يعني، فالحمد لله تاني يوم كان توفيق من عند ربنا واحرزت هدف في المرمى.
يعني كابتن بعد الهدف ده كلام كتير جدا طلع على الكابتن حمص ومكافئات وقصة كانت. كلمني برضه يعني قصة الهدف ده وما مردوده الإيجابي بالنسبة للكابتن حمص باستثناء المردود. لا 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 هو طبعا طلع إشاعات كتير جدا وحصل خلاف بيني وبين الكابتن حسن على الجايزة أو مبلغ مادي يعني وكده. هو موضوع الجايزة بتبقى حاجة رمزية يعني كده، ما كانش فيه الكلام ده. هو كانت وجهة نظر فنية من كابتن حسن إن إحنا مباراة أمريكا يعني شبه إن إحنا وصلنا للسيمي فاينال يعني وكده، فكان بيريح بعض اللعيبة عشان خاطر في مباراة بعديها بثلاث أيام بيدي فرصة لعيبة تانية. بس هي كانت وجهة نظر فنية، لكن ما فيش الإشاعات اللي طلعت يعني بعد المباراة وكده. اختيارات مستر أجيري من وجهة نظرك شايفها إزاي؟ احنا مش عايزين بقى يعني خلاص البطوله ناقص عليها يعني اقل من اسبوع، ولازم كلنا ندعم منتخب الوطني والجهاز الفني. هي الراجل من وجهه نظره هو شايف دول افضل لعيبه، ممكن من وجهه نظرنا احنا في لعيبه كانت تستحق وتكون متواجده. على سبيل المثال محمد عواد قدم موسم رائع في السعوديه، وكان قبل كده في النادي الاسماعيلي. في عبد الله جمعه، دي من وجهه نظرنا احنا، لكن هو من وجهه نظر الراجل ممكن تكون هو ليه وجهه نظر ثانيه، شايف ان اللعيب ده افضل له احسن له، في حاجات يقدر ينفذها له، في لعيب ده مش قادر ينفذها. لكن يجب على الجميع ان هو يلتف حوالين المنتخب ويدعم الجهاز الفني ويدعم اللعيبه عشان نقدر نحقق البطوله ان شاء الله. كلمه منك لجماهير الكره المصريه بشكل عام. اتمنى ان كل الدعم لمنتخب مصر وكلنا كشعب ورا منتخب مصر ان شاء الله عشان يقدروا يساعدونا ان شاء الله باذن الله. اقامه طبعا مجموعه هنا قويه جدا في اسماعيليه، الكاميرون وغينا وبنين وغينيا بيساوي، يعني انطباعاتك بقى واكيد منتخبات قويه، وايضا كمتواجد السنغال ونيجيريا في معسكرات داخل محافظه اسماعيليه. اكيد البطوله دي الاقوى، انا يعني اعتقد بالنسبه لي هي الاقوى. منتخبات على مستوى عالي جدا، بتضم لعيبه على مستوى عالي محترفين في افضل واحسن الانديه. في منتخبات قوية جدا زي السنغال، الكاميرون، المنتخبات العربية، المغرب، تونس، مصر. فأعتقد إن البطولة دي بطولة يعني إن شاء الله نستمتع بها كلنا. المنتخبات اللي موجودين في إسماعيلية الأربعة بيحملوا الزي أو اللبس الأصفر. طبعا. فأتمنى كل التوفيق للجميع، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر ونحصل على البطولة والشعب المصري كله يفرح إن شاء الله بإذن الله. شكرا شكرا لك. أشكرك يا حبيبي، أشكرك يا حبيبي، متشكر جدا.